حكايتي مع بسمة فرحات، قناة الحكايات الواقعية، الروايات والقصص العاطفية. شاركوها معنا ناس وثقوا فينا وحبوا أنهم يشوفوها على شكل قصص مصورة. كنتمنى أن القصص نال إعجابكم وأنها ترضيكم. ما تنسوا دعموا القناة باللايك بالإشتراك وبالبارتاج، ودمتم في أمان الله وحفظه. شكرا على المتابعة. كتقلب على سيف فينك سيف، بقات كتقلب عليه وكتبكي وكتغوت حتى لمحات فواحد القنت مربوط وسلسله وشبه فاقد الوعي. دارت عنده بالزربه وهي في حاله هلع. بزز كيحل في عينه. رغد هي هزات يديها وشدات في وجهه. انا رغد ما تخافش، انا غنخرجك من هنا. هو كيبلع فريقه. ما دار لك والو ياك، ما قربش لك جد ياك. كتشهق بالبكاء. انا بخير، انت نوض غير نوض، يلا نمشيو منا. بقات مضاربه مع ديك السلسله كتحاول تفك القفل ولكن والو. القفل بلا ساروس ما يمكنش يتحل. دورات راسها كتقلب على شي حاجه تهرسو بها، ومع الاسف ما لقات والو. بدات كتغوت. عاوني يا ربي عاوني يا ربي، شنو غندير. شويه لمحات واحد القاط فوق طبله، نط بالزر ما مشات جابت، ورجعت كتحاول تفك داك القفل. وسيف قرب يفقد الوعي، كثرة الدم اللي نصفو. بعد عدة محاولات قدرات تحل القفل، لاحت القات في الأرض وحيدات القفل وجبدات السلسلة من يده ورجله المربوطة بهم وجراتها بعيد. شدته من يده. نوض يلا نوض سيف. بقات كتجبد فيه وكيحاول يوقف على رجله المضروبة بزوج رصاصات حتى قدر يشد التوازن ديالو. وقف مسند على رغد، واخا هو طويل عليها بقاو غاديين. هو كيتألم وكيتقطع بالوجع حتى خرجو من المستودع. رغد صبر غير شويه، راه الطاكسي قريب منا، انا جبته، تحمل غير شويه مازال. وكيتعكلو ويعرجو في ديك الطريق حتى قربو للطاكسي. غير شافهم الشيفر وهو ينزل عندهم كيجري. رغد عاوني سيدي عافاك عاوني، مبقاش قادر يمشي. شد سيف من يدو الاخرى وسندو عليه وعاونو حتى وصل للطاكسي وركبو اللور. ركبات مع رغد والشيفر ديمارا. واش غنديو للمستشفى؟ رغد سيدي سيف بصوت متقطع. لا، رغد حالتك ما كتسمحش لك تمشي للدار، عافاك خلينا نديوك المستشفى. سيف شد في رغد كيشوف فيها كيلحب راسو زعما لا. دارت لي اشاره براسها زعما صافي واخا، وبعد عطات الشيفور العنوان واتجه ديريكت للفيلا. هو زايد في السرعه. بعد 18 دقيقه ديال الطريق قدروا يوصلوا للفيلا. هبطوا وعاونوا سيف باش يوقف ودخلوا للفيلا، وهو مبقاش قادر يتحمل قوه الحركه. دخلوا وطلعوا ديريكت لبيتو. بعد عناء طويل ديال الطلوع في الدروج حطوه فوق الناموسية وعاونو حتى طلع رجلو. رغد كتحيد ليه سبادول ديالو. عافاك سيدي عافاك، تصل بشي طبيب قول ليه يجي يعتقنا. هو واخا بنتي واخا، جب التليفون من جيبو وخرج لبرا. رغد هزات القرعة ديال الماء فوق كوافوز حلاتها وعطات لسيف يشرب باش ترجع فيه شوية للروح. بعد ما شاف رغد قدامو كتمسح ليه فمو الماء. كتألم بزاف ياك، صبر بقى قد ما فات، ها الطبيب غيجي دابا. حضرات راسها باش عينيها ما يجوش في عينيها حيت ما بغاش تضعف قدامه. اولا تنفجر بالبكاء وبعدها تطمع فيه عنقها بحضن دافي باش يرجع القلب على الحياة اللي مشات منه. سيف انسى الالم اللي كيحس به، هزي راسك. هي غير ساكته وكتربش بالزربه باش تقدر تحبس دموعها وتخبي شوقها ليه. قلت لك هزي راسك. بقات غير ساكته، هزات راسها بقات كتشوف في بعينها اللي كتقول لا رحمني. هو الدمعه جامده في عينو. اجي مازال كاع ما كملتها شويه طير لصدر عنقاته بكل قوه، وبعدها انفجرت بالبكاء. خرجت كل احاسيسها وشوقها وضعفها. صافي عافاك، غنموت ما قدرتش نتحمل. بدا كيسكت فيها. صافي عاد خرج دموع اللي كانوا محموسين من النهار فارق رغد. بقى معلقة وحتى هي نفس الشيء. واخا هادشي اللي تعاود لواحد غريب غيقول مستحيل، حيت هادي اول مره سيف قلبه تحن على رغد، ولا اصلا كانت عنده مشاعر واحاسيس تجاهها، ولكن كان كيحاول يخبيها بعصبيته وحشيته. هادشي اللي قدرات تفهمو رغد حاليا في هاد اللحظه. بقاو في نفس الحاله حتى قاطعهم الصوت. الطبيب راه قرب يوصل. المكان صمت كيتسنى ما جاو واحد. المنظر اللي قدامه عطاه جواب لكلامه، وبعدها مشى فحالو وخلاهم فرحتهم. علم العساس يتسنى الطبيب حتى يوصل ويدخلوا. بعد 5 دقائق رغد سيف. هو ساكت، شافت فيه لقاتو فاقد الوعي. حطات يدها فوق راسو ولقات حرارته طالعه. يلا بغات تشوف وجه الطبيب وهي تسمع صوت العساس.
كيدق في باب الغرفة. سي سيف، سي سيف راه غاد غير قول ليه يدخل، قولها ليه. دخل الطبيب ومشى ديريكت عند سيف. راه غاد عافاك دير شي حاجة، هو كيتألم بزاف. الطبيب ساكت بقى كيشوف حالته، تعرف شنو المطلوب منه. لا لا ممكن تخرجي تسناي برا، راه غاد بخوف. علاش شنو كاين، واش هو بخير؟ الطبيب عنده زوج جروح في رجلو حيت ما تخيطوش، خسر بزاف ديال الدم، ودابا راه فقد الوعي، ولكن ما تخافيش هو غيولي بخير ان شاء الله. راه غاد واخا صافي، انا غادي نستنى برا وحافاك غير بشويه يعني. خرجت راه غاد سدات الباب وراها، قلبها كله مع سيف. ما غتسناش حتى تشوفو مع صبيتو غواتو، ولي هاديك الساعه غتعرفوا انه ولا بخير. غات كتسنى برا على اعصابها، واخا حالته ماشي خطيره حتى لديك الدرجه حيت صافي داروا ليه نص العلاج، ولكن هو ما غيتحملش الخياطه بلا بنش. غات كتدعي معاه من اعماق قلبها، ونفس الوقت فرحانه حيت بعد هذا العناء كامل قدرات تجمع معاه من جديد. بقات غادا جايه قدام الباب وحتى حاجه ما كتسمعهاش، حتى ما قدراتش تحمل وهي تدخل. بقى الطبيب يلاه كيحيد اللي قد ديالو. راه غاد شنو درتي معاه؟ الطبيب صافي خيط لي الجروح، درت ليه دواء، بعد شويه غيفيق، والسيروم خليه مع الاغتسال. راه غاد واش حالته مستقره؟ هو لحسن حظه رصاصات لي صاب بهم خرجهم، ولكن من قوة الحركة راه خسر بزاف ديال الدم، ولكن هو راه صحيح ان شاء الله غيتغلب على هادشي. ومن الاحسن ما يتحركش من بلاصتو الا وقت الضرورة، حيت الا تحرك بزاف الخياطة تقدر تحل. راه غاد واخا دكتور، شكرا شكرا، سمح لينا عندناك معانا. الله يودي هادي خدمتي، يلا نخليك دابا، مازال عندي خدمة في المستشفى، ولا احتاجيتي شي حاجة هذا الرقم ديالي. عطى لها الرقم الهاتف ديالو، بعدها وصلاتو للباب وشاف حالو، وهي رجعت عند سيف اللي باقي ناعس. جلست حدا بقات كتشوف فيه سهات، حطت يدها فوق يدو كتمرر عليها اصابعها بشويه. الحمد لله يا ربي الحمد لله. شافت في حالو حوايجو اللي كلهم مقطعين وشرشحين. بعدها مشات حلات البلاكار ديالو، جبدات منه تيشيرت مع شرط قصير، حيت الا خدات سروال طويل يقدر يزير لي على بلاصه الجروح. حطت الحوايج في قناوتي ومشات للدوش، هزات فوطه بللاتها تحت الروبيني بالما دافي. وبعدها رجعت عند سيف، بقات كتمسح ليه وجهو بديك الفوطه، وبعدها حلات ليه زراير القميجه وهي مترده حيت حشمات منه، حشمات شافو عالق قدامها، ولكن ما عندها حتى شي خيار اخر. بعدها حلات الزرار، مسحات ليه صدرو اللي كان كله دميات من كثرة الضرب. وبعدها بقات كتحاول تحيد ليه القميجه باش تلبس له تيشيرت، ولكن ما قدراتش. اصلا شنو تحرك فيه؟ تحرك جبل، ما قدرتش تحركهم بلاصتو غير تلبسو حوايجو. مازال كتفكر شنو دير، سيف داك يحل عينو وهو مدمر كليا، عقد حواجبو. اي راه غاد فقتي، رجع علي الم الخياطه اللي كانت بلا بنج. راه غاد الطبيب قال عاوتاني راك غتولي بخير ان شاء الله، ولكن الا بقيتي ما كتحركش، حيت قال ان الحركه تقدر تخلي الجرح يتحل ثاني. ومخرج عينيه فيها. جاد شنو دار معاك؟ هي ساكته تفكرت الفعيل الكحله ديال جاد، وسيف اللي طلع ضحيه ديال خو، والحقيقه اللي كيحاول يخبيها بانت، ومع الاسف طاحت في الشخص الغلط اللي هو رغد. سيف ما كانش وحش كيف ما كيبين لها، ولكن خو ما خلى ليه حتى شي خيار اخر، زرع في قلبه الكره والحقد، واهم حاجه الانتقام. سيف الا مشى تعرف فعيل جاد اكيد ما يرحموش، لذلك رغد قررت تبقى ساكته. تيسترجع سيف صحته بالكامل، ديك الساعه تعاود لي على خطط جاد. سيف مالك ساكتة؟ يا ردات مالا لا نعم فين سهيتي؟ والو انا غنمشي نوجد لك شي حاجه تاكلها. دورات راسها باش تخرج، انا كنهضر معاك جاوبيني. وقفات ودورات عنده دموع على خدها. واش يحسب لك سهل عليا نهضر؟ انا غنموت، وكان شرف. سكتات، كملي ما تسكتيش، ما تخلينيش نقول ان خوك عاملني بنفس الطريقه اللي كتعاملني بها انت، وراه كرهني في راسي. سيف كيف ما كرهتك في راسك انا ياك؟ لا 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 ماشي بحالو، واخا كان المعامله ديالك معايا بحال بحال، ولكن لا كاين اختلاف كبير بزاف، كل واحد وفاش كيفكر. غتكوني عييتي ومليتي ياك؟ هي الصراحه اهو بزاف، باقا كتفكري وعدي ليك. تفكرات فاش قال ليها مادام انا معاك ما عمر شي حاجه توقع لك، تبسمات وعلقات بلا ما تشعر. اه باقا عاقله، علاه يمكن لي ينسى؟ انا ما قدرتش نوفي بوعدي، ما بغيتش نزيد نعذبك معايا، عدبسك بارك عليك هاد العذاب، لذلك قررت نبداو اجراءات الطلاق غدا ان شاء الله. راه هاد سكتات قلبها كان غيتوقف. سيف صوت الفاس وصل حتى لو درنا غد،
ممكن تبعدي ديك الساعه وتجلسي. جلسي بغيت نهضر معاك، راه غد بعدات منه وقفات ما جلساتش. عارف راسي عديتك بزاف، لذلك انا كنعترف بجميع اغلاطي، كنطلب منك السماحه واخا عارفك ما غتسامحيش ليا. ونيت مسال حيت داكشي اللي عايشتك فيه ودوزتو عليك ماشي قليل، داكشي علاش انتي دابا حره وبلا ما تهزي الهم الوراق طلق، حيت غدا غنلقى المحامي يبدا الاجراءات وانا مستعد لاي عقاب غتعطيه ليا. راه خد ساكته سيف كيشوف فيها وكيتسنى جوابها. هي واقفه قدام وجهها مدا من كثره الصدمه، ما بقات عارفه شنو تقول، واش تصب قباش غتبدا. كليه في كلام سيف تصب عليها بحال الجمر، حيت ما كانتش هذه هي الكلمات اللي كتسنى منه. ما كانش حاطه بالا ان سيد بعد ما توضحت الامور غيطلب منها الطلاق، كان كيحسب لها غيعطيها فرصه باش تبين حبها ليه. ساعه كل شيء تقلب عليها، واخر حاجه كانت كتفكر فيها هي ان جميع تضحياتها غتكون نتيجهم مصدر دمار ليها. والحاجه الوحيده اللي فهمتها دابا هي ان كل شيء انتهى. اراد صافي سيف، ممكن تعاونيني بغيت نمشي الحمام؟ هي مازال محطمه. اها واخا، عطاها يده وعاوناتو تحت رجلو في الارض. بشويه جر رجل اللي مضروب فيها، قام سند على رغد هما شبه حاضنين بعضهم، بقاو كيتمشاو شويه بشويه. يد سيف حطها فوق رغد، شدات ليه يده هو كيتنفس انفاس بعضياتهم. جاتها مسافه من موسي الحمام، مسافه طويله كانها كتمشي فوق الجمر. حلت ليه الباب وعاوناتو حتى دخل. هزت راسها، غنستناك برا، قالتها وبعدها تخرجات بالزربه حيت مبقاش قادرة تحبس دموعها. غير سدات الباب مورا وهي تنفجر بنوبة ديال البكاء قاتلة. طاحت على رجليها ويديها في الحيط كتبكي في صمت، مازال ما قادراش تستوعب كلام سيف ودخلوا لراسها. غير فاش كانت بعيدة عليه وكتسنى امتى تلقى بيه، كانت كتموت، كانت غتموت بالخلعة وبالخوف عليه. وما بالك الان فاش عرفت ان الفراق يكون للابد. الامور ما بقاوش في يدها، بحال شي رمانة قطعتها وتشتات، كل الحبة مشات لخنت. كذلك رغد، الحاجة الوحيدة اللي كتفكر فيها دابا هو داك اليوم الأسود اللي قبلات فيه طلب أم سيف. كون غير ما قبلاتوش ما تزوجتش بيه، ما كانش غتبغي وتعلق بيه لهاد الدرجة. لكن هادي ماشي الحقيقة، إنما الحقيقة هي أن رغد بغات سيف قبل كاع ما يوقع الحريق وتزوج بيه، بغات هو مازال مزوج بختها. مع الأسف القلب ما كيشاورش، وإلا مشات تتعلق بشخص نسيان وغيكون في القبر ماشي في الدنيا. نظرت لغادة وسحت دموعها كتفكر تصالح سيف بحبها، ولكن هاد المرة حطت احتمال الرفض في راسها. سيف حل الباب، ممكن تعطيني شي شورت من البلاكار؟ رغد ساكتة وساهية. سيف رغد بصح بغيتك من كل قلبي. سيف باستغراب نعم. رغد خرجت عينيها بعد ما ردت بالها شنو قالت. لا 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 ما انتيش عليا، شنو كنتي قلتي؟ قلت لك حلي البلاكار وجيب لي شورت، باغي نبدل حوايجي. يا مازال ساكته، مشات حلات البلاكار كتفكر كيفاش تصالحو. نسات قميجة ورجعت عطاتها لي ومسند على الباب. شنو هادشي؟ داكشي اللي قلتي ليا؟ واش نتي بخير رغد؟ راه قلت لك شورت. اسمح لي ما رديتش بالي. شنو واش عندك شي حاجه؟ ياك ما جد لك شي حاجه ولا قرب لك؟ لا 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 والو، انا غنرجع القميجة لبلاصتها. خات رجعات ونسات الشورت وعطاته له. كنظن ما تقدرش تلبس بوحدك ياك؟ لا لا نقدر صافي، انتي دابا غير سيري بدلي حوايجك تانتي. لا لا ما غنخليكش بوحدك، واش ما شفتيش حالتك؟ ما تخافيش قاد براسي، واذا احتاجيتك غنعيط لك. قال لها جوج كلمات ومشى دخل. هي بالعاد طريقها خرجت مشات لبيتها وتفكيرها كله مع سيف. ما عندهاش الجرأة اللي تواجه بها وتقول كنبغيك، حقها صعبه. مجرد التفكير في الامر قلبك كيبغي يخرج من بلاصتو. سيف الى رفضها، بعدها عطاها ورقة طلاق، اكيد ما غتحملش وغدير شي حاجه في راسها. خلات امرها لله ومشات دخلات للدوش باش تغسل حالتها، وبعدها توجد العشاء لسيف. مورا غتصرحو بكلشي، وديك الساعه هو اللي غيقرر ماشي هي. بدات كدوش وفي نفس الوقت كتفكر كيفاش غتكون ردة فعل سيف، وكترعد حيت خايفه من اللي جاي. كملات دواش بالزربان، شفات راسها وخرجات، مشات للبلاكار ديريكت، جبدات منه بيجامة طويلة في الأحمر، لبستها مع شال في البيض ومكاسة. يلا بغا تمشي للكوزينة باش توجد العشاء لسيف، وهي تفكر الحوايج اللي كانت لابساهم. مشات هزاتهم باش ترميهم في الزبل حيت ما بغاش حتى حاجة تفكرها مجال. حطات في الدروج، اتجهت للكوزينة، مع الدخلة كتنقز من بلاصتها. أنا سمحي لي يا لالا خلعتك،
رغد ريحه الحوايج في الدار. ولكن انتي متى جيتي؟ انا سلمت على سي سيف اللي اتصل بيا وقال لي نجي. رغد باستغراب، سيف؟ انا دابا كنوجد ليه العشاء، ابتسمت. بغيت نقول لكم زعما شويه غيكون واجد. رغد ايه واخا، دورات جهه الباب، خرجت اتجهت عند سيف باش تقول لي انها انا جاسوسه ديال جاد كتوصل لي جميع الاخبار وتفضح جميع فعيله لي سيف كيعرف غير نصهم. وبعدها تصالحوا بحبها وهذه خطتها. دابا وصلت البيت ودخلت بلا ما تدق، مع الدخله كتسمعها سيف، ولا سمحتي سربي حيت بغيت نطلق في هذا الاسبوع. والخطوه اللي دارتها رغد باش تدخل هي نفسها اللي دارت ورجعت للور. مشات كتجري لبيتها، دخلت سدات عليها وهي كتبكي وقلبها غيخرج من بلاصتو. اسبوع واحد هو غيبعد مني، هاد المره مدى الحياه. شنو ندير يا ربي شنو ندير؟ انا كنبغي بزاف وما نقدرش نعيش بلا بي. بقات كتبكي، مسحات الدماء ومشات للشرج محلاتو باش تشم الهواء اللي يخلي انفاسها ما يتخنقوش. وبعدها تنهدات نهيده كتحمل شله معاني لداخلها، ما قدرتش تحمل تبقى بعيده على سيف. جمعت عاود كل قوتها وثقتها بنفسها، مشات حلات الباب واتجهت ديريكت عند سيف باش تواجهو بالحقيقه اللي مخبيها. يلا كانت غتدخل ويات المحانه كتعاون سيف باش يتسكى، وغير شافتها وهي الجري عندها بالزربه جبدتها من يدها وسيف شد في الحيط. رغد باقا شاده يدها، انا انت شنو كديري؟ هلا نطرات يدها منها، كان عاون سي سيف باش يتسكى، واش درت شي غلط؟ رغد خرجت فاعله، غلط، انتي باش من حق كتقربي من هذا راجلي، انا اللي خاصني نعاونه ماشي انتي، سمعتي؟ وهادي اخر مره تدخلي لهاد البيت ولا دوزي حداه، واذا حصلتك شي مره دخلتيني حسابك معايا غيكون عسير. ودابا سيري غبري عليك ماتك ما سمعك خل ودنيك. يلا انا بقات ساكته وكدير زعما دموع التماسيح. رغد تحركي، انا ازدت راسها، انا ما غنتحركش من ناس يطلبها مني سي سيف. رغد غير سمعت كلامها بغات ترتق، ما كانتش منتظره من هذا الجو القاصح. دورات راسها عند سيف اللي لقاته كيضحك غير بوحدو. انت هضر قول شي حاجه، مالك ساكت؟ ياك ما عاجبك الحال تبقى معاه. سيف عقد حواجبو، هنا ممكن تخلينا بوحدنا؟ هي بصوت حنين، واخا سي سيف. خرجات ورغد ما كرهاش تلح عليها وتقشها، خصوصا مورا هذاك الصوت دبائعات الهوا اللي دارتو. سيف علاش هاد العصبيه كلها؟ رغد حبست الدموع، اسمح لي، حسب لي عندي الحق نغير على راجلي. هو كنظن ما كاين حتى حاجه كتجمعنا باش دير هاد التصرف. رغد كتستعد تعترف ليه بكل شيء، ممكن نهضر معاك؟ وحنا نيت كنهضروا، كتشوف لي فيني، عافاك ما تعاملنيش هكا. سيف حيت كنعاملك هكا بغيت نهنيك مني، قريب غتكوني حره بلا قيود، غير تسناي. لا انا ما قصدتش هكا، انا تي شنو هضري. سيف انا كنبغيك. هو ساكت وكيضحك باستغراب، علاش كتضحك؟ كنضحك حيت هادشي ماشي جديد، انا عارفك كتبغيني. جاوبات، ولكن انا ما عمري قلتها لك، ولكن تصرفاتك كيقولها. واش نسيتي شحال من مره تقربتي مني؟ بدات كتبلع فريقه، ودابا شنو؟ كيفاش شنو؟ زعما شنو غيوقع من بعد؟ جاوبها، الامور غتستمر على ما هي عليه، يعني اجراءات الطلاق بديتهم. حطت يدها على يدو بالزربه، عطيني فرصة وحدة عافاك كنترجاك، أنا إلا بعت عليك غنموت، ما غنتحملش. الله يخليك، خلا يبدا، نتي عارفة بلي أنا كنبغي خصك، زعما كنت كنبغيها، ولكن هي غدراتني وصدماتني، صدمان اللي ما يمكنش تفارقني عمري كله. أنا صافي سديت على قلبي وضربت على شي حاجة سميتها الحب، لذلك ما كاينة حتى فرصة اللي نقدر نعطيها ليك، نتي كتستحقي شي واحد أحسن مني. أنا أصلا آديتك بزاف وندمان، دابا بغيت نحررك مني. هي دموعها على خدها، وعلاش قبيله عنقتيني فاش جينا هنا؟ وعلاش وعدتيني بلي ما غتخلاش عليا؟ وعلاش خليتيني نفكر انك ممكن تبغيني؟ علاش علقتيني بك ودابا بغيتي تمشي وتخليني؟ سيف هادشي ما كاينش، غير انت اللي كتالفي من راسك، انا كنتصرف معاك بحال جميع الناس وصافي. راه عافاك عطيني 6 شهور، غير 6، وديك الساعه الا ما قدرتش نخليك تبغيني طلقني، ولكن عافاك عطيني غير فرصه واحده، ما طلبنيش برفضك ليا. الله يخليك. سيف كيشوف فيها، كان ديجا قلت لك هادشي مستحيل. رغد حطت عينها في عينو، واش ما بقيتش فيك؟ سيف راه غتبقاي فيا الا عطيتك فرصه وامل، عندنا شي حاجه تقدر تكون بيناتنا. كنظن كل شيء واضح دابا، الا سمحتي خرجي بغيت ترتاح. ما تنسايش جميع حوايجك حيت غدا موعد غيديك عند خواتاتك، تيوصلك ورق الطلاق. رغد محطمه، صافي سيف
حضرت راسها وخرجت. مع الخرجة كتصطح بهناء، هزت راسها شافت فيها دموع على خدها، وبعدها اتجهت البيت وهي متضمرة. دخلت وسدات وراها الباب ومشات ديريكت ناموسية. حطت راسها فوق المخدة وهي مخرجة عينها، مقدرتش تستوعب كلام سيف. حالسة ما خلاتهاش تسرح في خيالها بحال ديما، دغيا استسلمات للنوم. نعسات وهي كتبكي وكترجف، وفي نفس الوقت خايفة. دازت ساعات وراها دباقة نعسة، ما تحركاش من بلاصها. حتى وصل الصباح، شرقات الشمس في يوم غير كل الأيام. في النهار بزاف الحوايج غيوقعو، بزاف الحوايج غيتبدلو. دخلات هناء البيت رغد، وبدات كتفيق بيدها اللي كتحركها. هناء: رغد فيقي. هي ساكتة. هناء حركتها بقوة وفيقي خلاص. رغد حتى نقلت من بلاصتها. سيف؟ أنا بسم الله عليك، هادي أنا ماشي سيف، غير نوطي نوطي. رغد: انتي شنو كديري بيتيا؟ شنو دخلك لعندي؟ هناء: سي سيف اللي يطلب مني نفيقك، حيت سي معاد راه وصل، كيتسناك تجمع حوايجك، ولكن بلا ما تهزي لهم، انا اللي غنجمعهم لك، غير ارتاحي. راحت ساكته حيت تحطمات كليا، عرفت ان مبقات فايده في الهضره. كمدات في قلبها ولات من بلاصتها، مشات غسلات وجهها، وبعدها مشات للبلاكار اللي لقات فيه هناء كتهز منه الحوايج وكتحطهم في الباليزه. جبدات جلابه في الازرق، لبساتها على بيجامسه، قادات الشال ديالها وخرجات. وهي تالفه مبقات عارفه شنو دير. هبطت لتحت، لقات معاد في الصالون. واش سيف اللي قال لك تجي؟ عاد كنت عنده في بيتو، قال نتسناك هنا تتهبطي. راه غد واخا، غنمشي نشوفو قبل ما نمشي. وعاد لا، راه خدا كينه ديال النعاس حيت قال عيان وبغى حد يصدعو. غد واخا صافي. تصدمات، شنو هو الشم الوداع ما غتودعوش؟ بقات بلاصه ما تحركاتش، كاع البيبان تصدو في وجهها. حسات راسها، لقات هنا هبطت ليها لافاليز، غير شافها معاد ويمشي بالزربه وشدها من عندها. هنا شكرا. وبعدها رجعت الفوق، معاد صافي مشينا. راه تابع لنا بزاف ديال الطريق. رغد غا ساكته كتفكر تمشي عند سيب باش تودو لاخر مره. معاد شدها من يدها، صافي يلا نمشيو. جرها معاه واتجه جهه الباب. هي دورت راسها كتشوف الدروج، عينيها ما كرهوش يبكي والدم. استسلمات لقدرها، دورت راسها باش تخرج. سيف عندك فرصه وحده. رغد دورت راسها وهي غتحمق، كيفاش؟ سيف وقف فوق الدروج وحده هنا، وراسه ابتسامه صغيره. ما كنعاودش كلامي. فهاد اللحظه راه غتحس براسها كطير في السما. نطرات يدها من يد معاد، مشات كتجري عند سيف. هي طايره ما صدقاش شنو سمعات ودنيها. وصلت عنده وشافت فيه شفه وحده، وبعدها تلاحت في صدره وحضناته بكل قوتها. كتهضر في عنق: ما عمري غنسى هاد اللحظه، وانا اللي غنكسب الريحان، كنوعدك. هو عنق وحكم يده بقوه، وانا كنتمنى لك حظ موفق. فهاد اللحظه معاد فهم الموضوع وانسحب بسرعه. مشى الأعمال اللي كتسناه. وهنا بعد ما تعكر مزاجها من المنظر اللي قدامها، مشات لكوزينتها بدون تفكير مسبق. سيف: اي رجلي ضراتني. رغد بعدات منه كتمسح الدموع اللي كان دموع فرح. اجي اجي. عاوناتو حتى دار، مشاو دخلوا البيت وخلاتو يجلس فوق الناموسيه. ويلا بغى يهضر ويتحط يده فوق شفايفو. هاد المره لا، عافاك، خليني نستمتع بهاد اللحظه، واخا عرفت ما دايماش، ولكن بغيت نعيشها. سيف لهالدرجة كتبغيني؟ رغد ساكتة حضرت راسها، حيت فهاد اللحظة ما تقدرش تعبر عليها مدى حبها لي. سيف هز لها راسها: غتقدري تحمليني؟ رغد لحت راسها بأعزمة، كيشوف في عينيها. كنتعصب وكنتسرع، ماشي كلشي كيعجبني، عارفاني باقي في صدمة. رغد: عارفة عارفة انني اخت البنت اللي حبيتيها. سيف: لا، انا ما عمري فكرت هكا، انا اول حاجة وانتي حاجة واحدة اخرى، واللي وقع ولا من الماضي غير هو، انت غتحدي معايا بزاف. رغد: الا كان العذاب بغى يخليني نكون معاك وتنفس الهواء اللي كتنفسو، انا مستعده ليه. سيف: انا نقدر كنقدر حبك ليا، حطيت راسي بلاصتك، لذلك قررت نعطيك فرصه. ما تنسيش غنبقى مع بعضياتنا لمده 6 شهور فقط، ولا كسبتي راه راكي عارفه النتيجه، ولا خسرتي راه كل واحد غيمشي في طريقه. رغد: وعدتك بلي غير بحرهان، وانا كنوفي ديما بوعودي. ابتسمت سيف: وانا عندي فيك ثقه. فهو بضروره ابتسم ليها. رغد: خرجي. رغد نط من بلاصتها، مشات للباب وجبدت هناء اللي كانت كتجسس. هلا كنت غير كنقلب. رغد قاطعتها بطرشه في وجهها: كنتي كتقلبي على هادي ياك؟ ايوا انت لقيتيها، يلا الحادكه غتمشي من هاد الدار وما نشوفش كملتك مره اخرى. وبلا ما نخاف عليك، حيت السكجاد غيستقبلك احلى استقبال.
قولي لي الا قربتي لماذا ما راه غدراتي و تيصيفر الرادي التسجيل غيكون في البوليس حيت البارح لقاني كتزربانه اما كون دخلت تواصلوا للحبس انا ساكته وكترعد راه غد شتك باقا واقفه ياك ما باغاهاش درجه اخرى خرجات هنا وغبرات كمهرتها كيف ما قالت لها رغد اكيد غتمشي توصل رساله اللي زفاتها بها رغد سيف كيفاش عرفتي بلي هنا كتوصل الهضره لخويا رغد دورات عنده كنت عارف داكشي اللي مخبيه خوك كاع ما تقول عليه خويا سيف باستغراب شنو كتقصدي ايوا انا غنقول لك شنو كنقصد مشات جلست حداه بدات كتشرح لي كل الفايل جات عاودت لي من اول نهار تزوج فيه سيف وعلاش جا جهاد المغرب وموضوع الوصيه والورد كيفاش دار لنا ولا حتى طيحها في شباكو وكيفاش خططوا بزوج يهربوا والجثه اللي زادوها ما كان والو الخدامات اللي دارهم جاسوسات باش يوصلوا لهم الخبر ومرضنا واللي ما خلاهاش ولا مره اخرى وخطه جاد باش يتفك منها وخطه ديال سيف باش يخليه يسلم ليه كل املاكه وخطف رغد حتى هي باش يخليها تحمل منه ولكن غير وصلت لهاد النقطه سيف حبسها خرج عينه وجه تقرب منك لا 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 ما دار والو حيت انا هربت منه ودابا يحسب ليه بلي عندي تسجيل ديالو حيت جات عند واحد البنت كنظن طبيبه اللي عالجات ما كانت ضربه اللي فراسي المهم حتى هي اتفقت معاه قالت لي النص بالنص انا سمعت جات فاش قال لها كلشي واعترف ليها موراها انا هربت وجيت عندك سيف حقيقي واحد ما كيسواش واناني كيفكر غير فراسو كل ما بقات عايشه كانت غتسخط عليه حيت مستحيل يكون الولد اللي تعذبات عليه تكبر راسو ولا راجل غضبت تهدن انا كنت فاهم العصبيه ديالك انت دابا مريض خلي هادشي حتى تبرا وتسترجع صحتك عاد نهضروا فيه سيف واش من نيتك حسب لك جاد غيبقى مربعين دوي تسنى اكيد هذه اللي خرجت من هنا دابا غتقول لي بلي ما كاين حتى شي تسجيل راه غاد بخاف ايوا حنا شنو غنديروا شد لها في يدها انت دابا دازي لها من والو خويا راسك من هادشي انا عارف ما بقيتيش قادره تحمل هاد الصداع كامل ولكن ان شاء الله هادشي قريب يسالي راه غاد هادشي اللي كنظنوا سيف ثق بيا قريب غنتسناو من جد راه غاد ونوال سيف نوال بلا جد ما تقدر دير والو على حساب داكشي اللي عاودتي راه مستحيل يرجعوا يتحدوا مع بعضياتهم من جديد راه غاد عندك الحق ولكن خاصنا نتوقعوا اي حاجه واخا اختي انا ما كنضمنهاش سيف انا غنعلم موعد نعلمو يقلب على جد انا غاد ويلا جد دار ليا شي حاجه سيف لا 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 ما تخافيش موعد قاد براسو ولكن حتى هنا خاصنا نردو منها البال انا غاد غتكون مشات كتجري عند جد دابا باش توصل ليه الخبر سخونه وهادشي الا خرجت من الفيلا بعدا عرفتي شنو انا غنمشي نتاكد واش خرجت سيف واخا خرجت راه غاد وسيف بقى كيفكر في خو اللي طلع اكبر عدو ليه ما تيقش انه علاق بالفلوس دار هاد التمثيليه كلها وعرض ناس ابرياء للخطر ولكن في الاخير كل واحد كيخلص على الجزاء ديالو اللي كيستحقو حيت الله ما عمرو كينصر الباطل بعد مرور اسبوع سبع ايام مروا من حياه سيف ورغد اللي دوزوا احلى اسبوع مع بعضهم واخا ما كيتقربوش فيه لبعضياتهم ولكن اسبوع داز بلا مشاكل بلا صداع سيف استرجع تحسو ورغد كذلك نسات داكشي اللي دوزوا عليها جد اما سيف داكشي اللي دوز عليها ما دخلتش راسه اصلا باش تنساه استرجع صحته واخا ما كيتفاهموش مع بعضهم على الاقل في هذا الاسبوع حتى واحد فيهم ما اختلف على الاخر ولا عكس الامور بالعكس زادوا تعرفوا اكثر على بعضهم وتقربوا خم بعيد ومن حظهم جاد ونوال بعدوا عليهم مابقى لهم بان لهم اثر ولكن هادشي اكيد ما كيعنيش انهم استسلموا خلاو سيف ورغد في افتقار لا بالعكس هما اكيد غيكونوا كيوجدوا لشي حاجه لذلك سيف دار حراسه على الفيلا ودور الحراسه في كل بلاصه باش يخلي رغد في امان حيت بعد ما عودت لي الفايل الخبيثه ديال جاد ولا خايف يكرر العمليه ديال الخطف ويخطف رغد مره اخرى باش ينفذ خطته المسخه دابا في هذه اللحظه رغد وجدات العشاء حطاتو فوق الطبله بعدها طلعت عند سيف باش تعاونيه يهبط حيت باقي مقصح رغد سيف حط كتاب فوق كوافس كان كيقرا نعم العشاء واجد يلاه يلا تعشى سيف لا لا ما فيهش الجوع الا ما كليتيش انا ما غناكلش سيف ما ديريش هكا انا شهيتي بسدوده غير كوني انت بالصحه واش انت بخير بخير غير خاطري يضيق عليا شويه جات جلسات حدا ممكن نبقى معاك هاد الليله يلا بغى يهضر وهي تقاطعو عافاك انا ما بغيتش نبقى بعيد عليك وانا معاك تحت سقف واحد اصلا كنخاف نعس بوحدي في داك البيت كل شويه كنتخيل جاد ونوال جو عندي
ولا عرفتي شنو هذا غيكون معايا قاربك ياك كلشي مستعد لاي عقاب نعطي لك. انا صافي صافي واخا يلاه سيري تعشي. رسمات ابتسامة عريضة. لا صافي الفرحة سدت يا شهيتي انا غنمشي نجمع الطبلة. جاوبها بوخا شفت سناني هذاك النهار راه بغيتك تعاودي على طفولتك شنو فكرك فيها فجأة؟ ديما كنبغي نقول لك تعاودها لي ولكن انت فهمت صافي يلا سيري انا غنتسناك. خرجت راه غد بدات كتجري هي بالزربة باش تجمع الطبلة وهي فرحانة ما تيقاتش انا غندوز باقي الليالي مع سيف. دابا يمكن المهمة سهلات عليها حيت هكا غتخلي سيف قريب منها طول الوقت ومدة 6 شهور بالنسبة ليها قليلة ودغيا غدوز وخاصة غتصرف بالزربة. كان خاصها تصرف أسرع وقت. بدات كتجمع الطبلة وسيف كمل القراية ديالو. موقف حتى سمع صوت التليفون كيصوني دار يدو فوق كوافوز هزو شاف الرقم لقاه رقم خاص جاوب هو مستغرب. الو شكون معايا؟ جاد مرحبا بسي سيف. سيف واش هذا نتا الحتالة؟ شنو بغيتي؟ مازال عندك الوجهة باش كتصل؟ جات تهد انا خويا بغيت غير نقول ليك مبروك حيت ما قلتهاش لي قبل. سيف كيخرج الهضره بين سنانو تقرب من مراتي حسابك معايا غيكون عسير. جاد لا 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 ما تخافش اصلا ما غنسولكش الا كنت غندير شي حاجه. ولا بنسى مراتك عندها تحيمه زوينه في صدرها. قال لي هاد الكلمات اللي خلاو دم سيف كيغلي ليه في عروقه وقطع ورجع قلبه يضرب اكثر من قياسه وعاقد حجبانه وحس بالاقصى درجه. انا غد دخلات كتبسم صافي ساليت يلا دير لي شي بلاصه حداك. سيف ساكت معصب جات حدا عرفتي هاد الشوفه تفكروني في سيف القديم عافاك ما تبقاش تشوف فيها الطريقه. سيف شد رغد من يدها وجرها لعندو العصبيه كتقطر لي من عينو. حيدي بيجامتك رغد خايفه ما فاهمه والو شنو. جاوبها بصوت زلزل الغرفه قلت لك حيدي بيجامتك يلا. رغد ساكته بلعه طريقه تسكت حيد بيجامته وهي كترعد خيفة حيت عمرها شافت سيف معصب لهاد الدرجة. حيدات بيجامتها لحتى في الأرض بقات في الضوني وسيف عينو غير في صدرها. إلا بغات تهزها عينها تسولو شنو كاين ويرفع يدو ويقطع الضوني بها ماجية. هي بعدات منو مخلوعة باقي كاع مكملتهاش ويهز يدو وحطها للوجه جها نيشا حتى للأرض تتلاحت الشرار كتبان من عينو. سولتك وماشي مرة ماشي جوج وحدا اللي كدبتي. رغد بيدها على خدها اللي ولات حمرا من قوة الضربة. سيف راني ما فاهمة والو شنو كاين. هبط عندها الأرض وعينو في عينها مازال كتسولي شنو درتي. خنزر فيها خسارة خسارة فيك الفرصة اللي عطيتك كيبان ليا بحالك بحال خصك. قال لها هاد الهضرة ومشى خرج ما تسنى حتى يسمع جوابها ولا شي تفسير منها. رغد بقى بلاصة ما تحركاتش مخرج عينيها ما فاهمة والو. استغربت شنو بدل سيف 5 دقايق كتسول شنو اللي وقع في غيابها. هاد كانوا ما احلاهم وهي في عز ساعتها كتعرض للضرب ودابا هي غارقه في دموعها. نطت من بلاصه مشات كتجري سبعات سيف اللي كان غادي خارج لقاتو يلا غير حلبه وهي زقفو بالدموع. شنو درت انا باش تستحق هاد الضرب هاد المعامله منك. حكمت يدها بقوه جمع القبضه ديالو. مع الاسف خسرت الرهاب من اول يوم. راغد بخوف بعدات منو دورات اللي عندها كتشوف فيه. شنو كيفاش انت شنو كتقصد شنو درت انا علاش كتقول هكا. قرب لوجهها مسفودنا هادشي سيري قولي الجاد هو يعطيك اخبار التحيمه اللي في صدرك. دفعو بعدها طلع فيها عينو هبطا مشى خرج وزدح الباب موراه. شي اللي خلى راه تنقز من بلاصه ودموعها على خدها. حضرات راسها عينيها جاو في التحيمه اللي فيها كانت شويه وطيح من بعد الصدمه لكن شدات في الحيط وبقات كتحاول تفهم كلام سيف. بعد ثواني قليله استرجعت ذاكرتها تفكر ديك نهار الكحل فاش كانت كدوش وجد واقف كيتفرج فيها. تبسمات وهي واقفه كتبكي بعد ما فهمات شنو واقع وعلاش سيف تبدل في لحظه واحده. مسحات دموعها اللي ما بغاوش يوقفوا مشات طلعت الفوق دخلات البيصه وهي محطمه. علاش لو ايامها السوداء رجعوا من جديد والاكثر من هذا سيف شبهها بنوال. جلست فوق الناموسي وهي ساهيه شنو صافي خسرت فرصتي الوحيدة صافي مشات. لا ما يمكنش. خفات من كثرة الحر اللي في قلبها وهي عارفة أن سيف مستحيل يسمح لها حيت كيحسب ليه هي كذبات عليه وخبات عليه أنها جات تقرب منها وقعت شي حاجة بيناتهم. بقات كدور راسها من جهة لجهة وهي سالفة ما عارفاش شنو دير. يلا كان كل شي غادي ليها كيف ما بغات ودابا كل شي رجع ضدها. نهدات وبعدها مشات حلات البلاكار بيت مسقلة بدات منها تيشرت في البيض لبسات وخرجت من الغرفة.
خلات باب الباكر محلول هكذا تسدو. دخلت البيت سيف، مشات لبلاصتو، خطوات مهيله، جلسات وهزات رجليها فوق الناموسيه، حطت راسها على المخده وهي مغمضه عينها كتحاول تشم ريحه سيف اللي كانت في المخده، لكن ما صبرتش دغيا انفجرت بالبكا مره اخرى. خدات المخده وحضناتها بقوه وهي كتردد، ما درت والو والله ما درت والو، ثق بيا. فضل اللحظه كرهات راسها، واخا ما عندها حتى شي ذنب، ولكن كرهات راسها وكرهات كل شيء في مره واحده. دارت شي دجل بالناموسيه وسدت صدو، حيت مبقات كاع باغا عينها يشوفو والو غير الظلام والسواد اللي مرافق حياتها. بقات على حالها اكثر من 5 سوايع حتى وصلت 2 ديال الليل، هي باقا كتبكي وكتلم في راسها، حتى سمعت صوت خطوات جايه للغرفه. بصحت دوعه بالزربه ورجعت للمخده لبلاصتها، غمضات عينها حيت عرفت سيف ما كانتش باغا عينها يجيو في عينو. دخل سيف ريحه الكاروسه بقاش على الضو، حاضر راسو ما شافش رعد، اتجه للبلاكار حلوة شبه سكير، حيد قميص شو بقى عاري من الفوق، راحت كتشوف فيه من اللور، هي فوق الناموسية وحابسة دموعها. دور راسو باش يمشي ناس ويتصدم براغد ناحسة بلاصتو، غير شافه ويعقد حواجبو، مش عندها بالزربة ولكن غير وصل حداها ويوقف. بقى مدة دقيقة كاملة، بعد راغد سمعت صوت خطوات وهو كيبعد، خلات عينيها نبحاتو كيقاد خدة فوق الفوطي باش ينعس. تقفزت سولاتو واش ما غاديش ناس بلاصتك، هو ساكت سكب بلاصتو وغمض عينو. راهت مشات لعندو، انا ما درت والو ثق بيا. سيف غي ساكت ما تحركش بلاصتو، شدت له من يدو بيديها بجوج، كنحلف لك بالله ما درنا والو، جات كذب عليك غير باش يفرقنا مع بعضياتنا، حيت انا قالت لي اننا مازال كتهضر. وقف وخرج فيها عينه ديها عينو، ومين عرفت صحيح اللي في صدرك؟ واش تا انا غتكذب عليا واخا شفت كلشي بعيني؟ راه غات ساكته حيت مابقى عندها ما تقول. سيف بلا ما تعذبي راسك على والو، اصلا امرك ما كيهمنيش لا من قبل ولا دابا، حاجه وحده ندمت عليها هي انني عطيتك فرصه. يعلم الله هذاك الشيء اللي قلتي لي على جاد غير كذوب، موضوع يجيب منك ولد غير الفتي من راسك. راه غات ساكته خرجت عينيها من كثره الصدمه. سيف انتي راك بحالك بحال اختك، غير هو كتختلفوا في حاجه وحده، هي اعترفت واغلطت وانتي لا. الحمد لله حيت ما عندي حتى شي مشاعر ولا احاسيس تجاهك، اما كنت ما غندوش لك هذا الامر. مرور كرام ودابا تصبحي على خير. بعد هذا دور رجوع للجهه الاخرى غمض عينو. اما رغد فبعد ما تحطمات بسبب كلام سيف كرامتها ولات في الارض، ناضت بتحت دموعها ومشات للميثاق وقلبها محروق بدون تفكير مسبق. بدات بالي استحلاتها، جمعت فيها كل الحوايج وبعدها صداتها، لبست كسوسه اللي خلاتها في البلاكار مع الشال الاسود كيتناسق مع لون حياتها. واخيرا بعد كل هاد الشهور اللي دوزاتها هي من الاولى كتفكر في غيرها قبل راسها، دارت نفس وهزات لافاليز ديالها وخرجات هبطات ديريكت لتحت باش تنقد ما باقي من كرامتها وشرفها اللي ولا مشكوك فيه. خرجت في نص الليل، تمشات في عز الظلام، اتجهت نحو المجهول بخطوات ثقيله تبعتهم اثقال الدنيا. هي صبرات وضحات وكافحات، صبرت للذل والقهره والاهانه، وضحات براسها وعرضت للخطر حيت بغات تقاتل وتكافح على قبل الحب والشخص اللي ما زاد غير البؤس. بقات غادا في الطريق بوحدها، ملامح التي عامره يغزوها الياس. ما وقفات حتى سمعت صوت طوموبيل كتكلكسوني ليها باش تبعد من الطريق، تشد الطريقه الصحيحه. هزات راسها كتلقى قدامها راجل في الستينات، سولها بنتي حاولي تردي البال في الطريق، راه كون ما وقفتش في الوقت كانت غتوقع شي مصيبه هنا. بغات غير تسد وطني حيت مابقى فيها لي يستحمل شي صوت ديال البشر. واخا اسمح ليا اسمح ليا سيدي، هو مستغرب من ردة فعلها وطريقة كلامها اللي كدل على حزنها. واش نتي بخير بنتي؟ هي ساكتة دورت راسها باش تمشي في حالها، شدة من يدها، ما نقدرش نخليك في هاد الحالة، عطيني بنتي الرق ديال والديك باش نتصل بيهم يجيو يديوك، راه الطريق خايبة في هاد الوقت خطر عليك. هزات راسها كنت غادا عندهم نيتو، لكن انت وقفتيني. اه واش هما قراب من هنا؟ اه في المقبره. مستغرب، اجي معايا غنوصلك، كتباني ماشي في وعيك. شد من عندها الفاليز حطها في المقعد الخلفي ديال الطوموبيل وحليها الباب الامامي باش تركب. ركبات ساكته بلا ما تفكر، حيت الحاجه الوحيده اللي بغاتها هي تبعد. اه تبعد، ما تبقاش ترجع لهاد البلاصه اللي هي مصدر عذابها. ديمارة سيد طوموبيلتو بقى غادي الصمت سيطر على المكان، ما عرفش فين يدي راه سوى لدارو،
حتى يصبح الصباح، وديك ساعة يخليها تمشي في حالها. بعد مدة ما فاتت 14 دقيقة وقفت الطوموبيل قدام فيلا كبيرة. العساس حل الباب والسيد دخل الطوموبيل وقف بلاصة. يلا يا بنتي نزلي، راه غدغي ساكتة وساهية. شدها من يديها وخرجها من الطوموبيل بكل هدوء واتجه بها دخل الفيلا. بعد الدخلة كيتلقاو بسيدة من شكلها كتبان هي مولات الدار. أحمد مرحبا، جيتي اليوم تعطلتي. سلم عليها، يلا فكينا المشكل اللي كان في الشركة. حطت يدها فوق يد رعد، وشكون هاد البنت؟ وعسى ندخلو تعرفي، دار لها إشارة براسو زعما بشوية لها. دخلت رعد، إيوا مرحبا بك عندنا بنتي، داتها للصالون وجلسو. أحمد هاد النهار غير ديال المصايب، ولكن الحمد لله ربي في جنبي هاد المرة. علاش شنو واقع من غير السرقة؟ وأنا جاي في الطريق كنت شوية وغنضرب هاد البنت، غير الله لطف وصافي. ودورت عند رعد، واش انتي بخير يا بنتي؟ ما وقع لك والو بعدا؟ رغد بلا مبالاه، بخير والديها واش عندهم خبر انك جبتي لهنا؟ من كلامها كيبان بلي والديها ميتين. انقاص الله يا بنتي الله يصبرك، واش ما عندكش خواتاتك؟ فين ساكن؟ فين ساكنه؟ فين رغد؟ هي محطمه الاخر، ما عندي حد. احمد ربما تكون كاريه في شي بلاصه وجروا عليها، ولا يمكن عجات المدينه وما عندها فين تمشي. سولاتها المراه، قالت لها شوفي يا بنتي الدار دارك، ما تحشميش منه وما تخافيش، انا وسي احمد غير وحدنا اللي عايشين هنا، حتى ولدي جهاد راه كيجي لها غير مره حيت هو عنده دار وما ساكنش هنا. رغد وعقلها ما حاضرش بلاصه، بغيت نحس ضرني راسي. احمد ايمان ديها البيت ديال جهاد، هو البيت الوحيد اللي مفرش حتى الصباح ونفهموا منها شنو واقع. ايمان اها واخا، بنيت كتبان عيانه. نوضتها بلاصه بكل حنيه، اجي معايا بنتي اجي. طلعت في الدرج وداتها البيت، جلست فوق ناموسية. صارت في بنتي على راحتك، شيرات لها الحمام، الحمام راه كاين هنا، ولا ضرك الجوع نزلي لتحت ما تحشميش. الكوزينه راه مقابله مع الصالون، خدي اللي بغيتي، ولا خصاتك شي حاجه عيط عليا. يلا دابا انا غنمشي باش نجيب لك شي بيجامه وصافي بنتي. خرجت السيده ايمان اللي ما كانش كتعرف لا اسم رعد ولا شكون هي ولا حتى منين جات ولا شنو قصتها. دخلت للدار وكرماتها، ما بخلت عليها بحتى حاجه. هادشي كامل سببه انها محرومه من البنات، ربي رزقها غير ولد واحد، واي بنت شافتها كتموت عليها مستعده دير لها اي حاجه. فهاد اللحظه راه هادشي بها مغيبه، ما عرفات حتى اش واقع قدامها ولا فين هي. راسها كله كيدور حول جمله واحده وهي امرك ما كيهمنيش، بحالك بحال اختك. دخلت السيده ايمان وفي يدها خمسه البيجامات، حطاتهم قدام رغد وطلبات منها تعزل وتخيل اللي بغات. وبعدها خرجات سدت الباب وراها. رغد في البلاصه حطت راسها على المخده ونعسات، خلات الضو شاعل والبيجامات بلاصتهم، ما كلفات راسها حتى تشوف فيهم. صباح الصباح وصل، والغرفه كيغلب عليها طبع الهدوء، والسما اليوم صافيه والعصافير كتغرد. حلات عينها وهي كتجبد في بلاصه، شفايفها كيتحركوا بوحدهم حيت لسانها كينطق باسم سيف. غير فتحات عينيها جاو في السقف، نقزات من بلاصه مستغربه فين هي، كيفاش وصلت لهنا. بقات كدور عينها من جهه لجهه في ارجاء الغرفه اللي مشكلها كتبان غرفه رجوليه. حطت رجلها في الارض ويدها فوق راسها عاقده حواجبها، كتحاول تفكر شنو وقع ليها البارح حتى قدرت تسترجع الجزء المفقود من ذاكرتها. وبمجرد تفكيرها في سيف وكلام الجارح ليها نطت من بلاصه عجرفه، حلات الباب ومع الحله كتسطح مع السيده ايمان. ايمان صباح الخير يا بنتي، يلا جيت نفيقك باش نزلي تفطري معانا. رغد لا انا غنمشي بحالي. ايمان كتبلع فريقها من كثرة خوفها على رغد، غير شويه عليك يا بنتي نهضروا بعدا ونعرفوا قصتك، ما يمكنش تمشي هكا وتخلينا. رغد بعصبيه، قصتي قصيره وبالمختصر المفيد، الراحه اللي ما لقيتهاش في دنيتي غنلقاها في قبري. ايمان شداتها من يدها، اعوذ بالله اعوذ بالله بنتي ما تقوليش هكا، احنا واخا ما فهمناش شنو واقع معاك ولا كيفاش عايشه حياتك، ولكن بلا ما تياسي ما تفقديش الامل، حيت حتى واحد ما عارف الايام شنو مخبيه ليه. ما تظلمش راسك، فكري بعقلك وما تسرعيش، من خلال داك الوقت اللي خرجتي فيه البارح كنفهم انك في حاله صعيبه. ضحكات، الله يا بنتي راه كيبغيك، واش عرفتي علاش؟ حيت كون مع احمد كان غيضربك بطوموبيلته كاع ما تجي كاع لهنا باش تسمعي مني هاد الهضره، وربما انت كنتي كتفكري في الانتحار ولا ناويه تفكري فيه. راه غتساكته حيت هادي اول مره تسمع درس عنوان النصيحه من شخص واخا ما كيعرفهاش مهتم ليها. ايمان انا فهمت حالتك يا بنتي، والشخص الوحيد اللي يقدر يعاونك هو ولدي جهاد،
ما تنسيش الهم هو راه طبيب نفساني واللي غيوقف معاك تتقدري تخرجي من هاد الدوامه ديال الياس. انا غنعيط ليه دابا يجي. في هاد اللحظه السيده دائما خدات تليفونها اللي اصلا كان في يدها، اتصلت بولدها جهاد بلا ما تعرف حكايه رغد، ولكن طريقه كلامها ملامحها قالوا كل شيء. الو جهاد، مرحبا باجمل مره في الدنيا. لا 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 حاجه، انا اللي عنده بحالي انا يقدر يشرف. مهم قولي شنو سبب هذا الاتصال المفاجئ في هذا الوقت حيت لقيتيني يلا غادي الخدمه. ماما اوبس، هاد النهار ولدي غدوزو عندنا حيت عندنا واحد الضيف محتاج ليك. جهاد باستغراب، ضيف شكون؟ واحد الشخص في امس الحاجه ليك. تكي يضحك مستغرب، واخا صافي وانا جاي دابا نيت. نوع الطريق سلامه ولدي. قفلت الخط، دورت عند رغد لقاتها ما كايناش، خبرات يلا بغات تنزل تحت تشوف واش كاينه تما، بغيت تسمع صوت بكاها في البيت. دخلت بالزربه لقاتها فوق الناموس ناعسه ما نقاش لها بايدها. ايمان بكل الاسف، بنيتي ما ديريش هكا، حتى حاجه ما كتستحق دموعك. رغد سكتات وزادت في البكا. جاها كلام ايمان بحال الحطب اللي رميتي في النار. ايمان حطات يدها فوق كتف رغد. الله يفرج عليك يا بنتي، الله يفرج عليك، هادشي اللي نقدر نقول. وبعدها مشات، خرجت وسدت الباب وراها بعد ما قطعت ليها حاله رغد قلبها. رغد انا ماشي بحال نوال، ماشي بحالها، كيقول لي بحال نوال. بقات كتردد نفس الكلمات وقلبها كيتشوى داخل على قبل شخص ولا على باله. تدازت شي نص ساعه تقريبا خارج الغرفه. ايمان من اللي فاقت وهي كتبكي ما وقفاتش. جهاد ما قالش لك شنو وقع معاها؟ لا ولدي، حتى من باك فاش لقاها في الطريق ما قالت ليه والو من غير داكشي اللي قلت لك. جهاد تحط يدو فوق كتفها. واخا واخا صافي، انا غنشوف معاها. واخا ولدي، انا غنمشي للمركز التجاري باش نجيب ليها شي حوايج. طلع جهاد الفوق ومشى ديريكت لبيتو، وقف حدا الباب ديال البيت دق. لا مجيب، ممكن ندخل؟ دق مره اخرى. حل الباب ودخل وقف كيشوف قدامه بنت نحسه مدوره جهه الحيط كتبكي بصوت مبحوح. السلام عليكم. انا غاد مازال ساكته. زادت خطوات القدام، جبت كرسي وجلست مقابل مع رغد. ربع يدو بقى كيشوف فيها ساكت، بقى هكاك مده طويله وهي غير مزايده في حالتها. موقفاتش من بكاها ولا دارت تشوف شكون كاين موراها. قلبها تحرق وهي متدمره كليا. بقات غير كتفكر في ايام حياتها اللي ما عاش حتى يوم في يوم هي فرحانه. عيات 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 من كل شيء، ما كرهاش تموت وترتاح في مره. جهاد من بعد مده طويله من الصمت، بعد المرات كنوصلوا لواحد مرحله كنوليو نختصروا كلامنا حيت كثرت الهضره كتزيد غير تحطمنا. وبعدها كنكتشف انك كتمر من مرحله فارغه وقاتله، وقعت حاجه كتلفت انتباهك في الدنيا، حيت كل الايام بالنسبه لك كيوليو متشابهين، مشاعرك كتولي باردة حد الجمود، كل شيء بالنسبه لك ولا ممل لدرجه انك تفكر في امور غريبه ما كتناسبكش عقلك الناضج. هادي كيقول لها مرحله الياس من كل شيء، كتبغي تنعزل بوحدك، كيولي الصمت هو الطلب الوحيد ديالك، وصوت واحد كتسمعه هو صوت بكاك تماما بحالك انتي. وسبب واحد كيتسبب في هادشي هو الحب او الفراق بنسبة 80%. رغد من اول لحظة سمعت فيه صوت جهاد التزمت الصمت، ولات حالة ودنيها كتسمع كل كلمة كيخرجها من فمو. استغربت منه حيت هو الوحيد اللي قدر يفسر حالتها وداكشي اللي كتحس بيه. بقات كتسأل هو كيفاش عرف هادشي كامل، ولا عندها فضول تعرف على هاد الشخص كيف داير. تحد معاه دارت عنده مع الدورة، كتصدم برجل آية في الجمال. هو مع ابتسامة صغيرة، بغيت منك غير سبب مقنع يخليك تخرجي مع جوج الليل. بالعاد طريقة كتشوف فيه كنبغي هو رفضني. جهاد هذا ماشي سبب كافي اللي يخليك تخرجي. رفضني وبعدها عطاني امل باللي يقدر شي نهار يبغيني، ولكن هو بنفسه حطم هاد الامل. ودابا باش كتحسي بجهته؟ حاليا كنراجع احاسيسي لانه ربما نكون غلطه، حيت مستحيل نكون كنبغي واحد حيوان بحال هكا بسهوله. علاش حيوان؟ حيت كون كان بنادم كان غير يحس بيا واخا ما يبغينيش، ما يعاملنيش بديك الطريقه، وربما يكون كيبغي انسان اخرى. عقدت حواجبه، هو كيبغي واحده اخرى. سولها واخا نفصلت، انا كنبغيك انتي، واش غتبغيني؟ هي لا. علاش؟ حيت كنبغي سيف تماما بحالو، وما يقدرش يبغيك انت حيت كيبغي واحدة اخرى. هي كتشوف فيه بنظرة حزن. وشنو الحل؟ الحل هو النسيان. حبست دموعها، ما نقدرش. وانفجرت في البكا. كيبتسم، لا تقدري، حدك كتنزلي دموعك. الحب غيتلاشى في قلبك من قلة الاهتمام، من كثرة الكره اللي غيتولد
غيبدا من هاد اللحظه. انا غاد بحروف مخلطه مع الدموع. لا صعيب صعيب عليا ننسى. قال ليها انا غنعاونك. حسيت راسها كتشوفي شنو كيف ما سمعتي انا غنعاونك. نديرو تمريره سريعه للايام. فعلا جهاد كان عنده وعده ساعد رغد، ولكن ما يمكنش نقول ساعدها ومسات حيث هادشي مستحيل فترة قصيرة. وخدم شهر داز نعم 30 يوم مروا الحياة رغد، نصهم داز في البكاء والحسرة على اللي فات، ونص الآخر دوزته وهي كلها أمل وتفاؤل للحياة واللي جاي. جهاد تقدر يبدل 90% من طريقة تفكيرها، ولا دابا كتفكر بعقلها على مال وبلا تسرع. وأخيرا قدرت تفهم أن الحب ماشي هو كل شيء في الحياة، بقى هي بقى كتبغي سيف لحد الآن. ربما غيخليك تمر من مرحلة اللي هي صعيبة لحياتك، لكن ماشي دايما كتكون بحال القطار هز فئة من الناس وحطهم في المحطة الثانية وكيستمر في السير ديالو. راد الضحكة رجعات لوجهها، وهذا بفضل جهاد وإيمان. كل يوم كدير حصة مع جهاد لمدة 3 ساعات. الساعة الأولى كتخوي ليه في قلبها، والساعة الثانية جهاد كيهضر وهي كتبقى تسمع ليه حتى الآخر، والساعة الثالثة كيدوزها في الرسم. نعم الرسم هي الهواية دراغات المفضلة. من أول مرة عرف فيها جهاد أن الرسم عزيز عليها، عمر لها غرفتها بالألوان والصباغة واللوحات. هي لقات راحتها مع جهاد، والجزء اللي كان فارغ في قلبها كانت كتسنى سيفي عمره. مع الأسف جهاد سبقو عمره، هو ومراته جنى اللي بدورها حتى هي ما بخلتش على رغد بنصائحها ومساعدتها، وببناتها صفا ومروة قدرت تخلي باقي أيام رغد كلهم فرح وسعادة. ولات عندها عائلة جديدة، عائلة مهتمة بها وكتفكر فيها. وردة لي رد لها البال. أما خواتها ساري معابر بقات على تواصل دائم معهم، ولكن مازال ما قالتش لهم أن نوال باقي حية وباقي الحكاية. هي فضلات تبقى ساكتة باش تخليهم مرتاحين بلا ما تصدعوا بحثهم وتتكمل عليهم. هما مازال كيقراو. رجعوا دابا الطبيب. مع الأسف المرض اللي انتشر لك في الجسم كامل سيف، يعني ما كاين حتى شي أمل للعلاج. الطبيب راك عارف اصعب مرض يقدر يتعالج هو السرطان، انت جيتي في مرحله متاخره ما بقات فايده للعلاج. سيف واخا شكرا. سلم على الطبيب وشح الباب. بعد خرج من المستشفى. اما راد فهاد اليوم هو يوم عيد ميلاده والكل محتفل به، وعلى قبلها زينوا الدار وعرضوا على عائلتهم. واخا هو غير عيد ميلاد ماشي شي حاجه كبيره، لكن فرحه رغد هي الاولى في قائمه اولوياتهم. جانا بلاتي بلاتي ضري شويه رغد، جيت في هاد القفطان بحال شي عروسه، واش باش يحشومها نلبسو قدام الضياف؟ ايما عنقاته، وانت راكي عروسه وغتبقي فين؟ يدي ديما عروسه، انت غير خلي الضحكه مرسومه على وجهك صافي، هادشي كافينا. جانا واشتي شنو باغا اكثر من هكا؟ صفاء حالتي زيتي زوينه. كتهضر بصوت الاطفال. جهاد دخل الغرفه. امورتنا فين وصلت؟ مازال ما هداك الله تبطي، راني تشهيت ديك الحلوه اللي تحت. رغد ميته بالضحك. ما كانش كيحسب لي انت مضروب على كرشك. جانا سي جهاد ياك ما نسيتي الهديه ديال رغد؟ جهاد نسى كلشي وما نساش رغد. دار اشاره لجانا باش تغمض عينيها لرغد، وبالزربه هزات يدها وحطات على عينها. رغد مستغربه، شنو كاين؟ علاش مغطيه لي عيني؟ جانا جرات لها البالكون. اجي جهاد عنده لك مفاجاه. رغد مفاجاه؟ جانا اه ودابا غتعرفيها. حلت لها عينيها مع الحله. رغد كتشوف طوموبيله كبيره في الجرده لونها احمر. رغد شنو هادشي؟ جهاد هادي هدية صغيرة مني. وعطاها السوارت. رغد صدمة، أكبر صدمة ممكن تتوقعها. شدت السوارت. لا 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 ميمكنش. بعدها بقات كتنقز من الفرحة. فرحات كثر فاش جهاد قال ليها أنهم غيسافروا مجموعة لتركيا وغيبقاو تما الصيف كامل. هذا موقع حياة غريبة كتخليك كتوصل الحافة وكتقول لك لا لن تسقط، وكترجع تالي لبلاصتك. هكا كيختبرك باش تعرف لأي حد أنت صبور. وبعض المرات كتخسر ناس باش تكسب ناس ثانيين، كما كيقول المثل شي كينسيك فشي، خصوصا فاش كتلقى بنفس الأشخاص اللي تلاقات بهم رغد. هي بعد كل معاناتها وعذابها اللي كان مرافق حياتها، وأخيرا الحياة ابتسمت ليها. واخا جرحها باقي بلاصتو ولكن مبقاش كيضرها. بعد ما خرج سيف المستشفى باش يركب في طوموبيلتو ديمارة بسرعة كبيرة. بعد دقائق قليلة من السودان كيشوف رغد قدامه. وقف الطوموبيله بالزربه وعينه عليها. حل الباب وهبط كيجري لعندها. رغد تستاهل هادشي اللي وقع لك. سيف ساكت. رغد هذا جزائك حيت ما قبلتيش حبي لك، ولكن صافي دابا فات الفوت، حبي ليك تحول الكره. قد نفس الكلمه كتردد في راسه الكره.
الكرة بعد ثواني قليلة كي ينقز من بلاصتو فاق من حلمه هو في صدمة. هز كاس من فوق كفوس كيشرب، قلبه كيضرب بالجهد ورجع كله عرقان. علاش لا هو حلم زاز عليه قلبه؟ هذه أول مرة يحلم بحاجة غريبة بحال هذه. في الأول كان في المستشفى وبعدها خرجت ليه رغد في الطريق، ناض من بلاصتو بعد ما ضبط نفسه حل باب بيته وخرج هبط لتحت. هو في الدروج التليفون كيسوني جبتو جاو في البلاصة معاد سي سيف. مع الأسف البلاصة اللي قال لنا هذاك السيد ما كايناش فيه. سيف زير عيادتو، هذه مهمتك، انت بغيتك تلقاها اليوم، راه شهر وحنا كنقلبو ما يمكنش نخرجو من هذا الشيء وربعو يدينا بحال ما وقع والو. معاد انا درت كيما طلبتي مني، كنراقبنا والو جاد، ولكن هاد المره كنضل ما عندهم حتى شي دخل في اختفاء مدام رغد. سيف هاد الشيء ماشي شغلي، بغيتك تلقاها واخا تكون عايشه تحت الارض. قفل الخط متسناش ورد معاد، خشى تليفونه في جيبو وخرج من الفيلا معصب. ركب طوموبيلتو مشى كيقلب على رغد كيما كيدير كل يوم. شهر دابا وصيف عمر شاف الراحه، ليل ونهار كيقلب على رغد اللي غبرات مبقى ليها اثر. صحته رجعات للور من قله الاكل والنعاس، غير كيفكر فيها، هي الوحيده اللي خدات ليه كل عقله. واخا مازال كيحسب ليه بلي هي وجاد وقعت بيناتهم شي حاجه، ولكن بقى كيلوم راسو حيت قصح معاه الهضره ونسى ان جاد خطفها بالغصب، ما مشاتش عنده بارادتها. ربما هذه ريحه مشاعر مجتاحه لقلب سيف، او ربما ضميره كيأنبو حيت اذاها بزاف وعذبها ظلما. عجبت كاروش على بقى كيكمي هو صيف، حيت هو الوحيد اللي يقدر يهدنو ويخفف من عصبيته، ولا كيكمي اكثر من جوج الباكيات في النهار بلا ما يفكر في راسو ولا في صحته. غادي في الطريق وكيقلب من قلة القنت، كيسول واخا ما عندوش صورة رغد، لكن بقى كيوصفها للناس، لكن مع الأسف بدون جدوى، الوصف ما عاونو في والو. شوية ويتفكر الغصب وبالزربة رجع للطوموبيل على الطريق المعاكسة، واتجه لواحد البلاصة كيكون فيها الرسامين كيعرضو لبحاتهم. زاد في السرعة موقف حتى وصل للمكان المقصود، نزل هو كيجري، بقى كيقلب عيني على شي واحد يعاونو، حتى شاف واحد الولد تقريبا عنده 22 سنة. مشى عندو وقف قدامه. سيف ممكن تعاوني؟ الشخص غسلنا شي نص ساعه هكاك حيت عندي واحد اللوحه خاصني نكمل واحد السيده قبل ما تجي. سيف غناخذ من وقتك غير 5 دقائق، مبغيش نرسم في لوحه غير ورقه، بغيتك ترسم لي واحد البنت. الشخص واخا تقدر تعطينا صورتها وانا غنرسمها. سيف مع الاسف ما عنديش صوره البنت، اختفات وانا كنقلب عليها وبغيت نديرها عليها اعلان باش اللي شافها يقولها ليا. الشخص وصافي تقدر تعاود ليا ملامحها كي دايره وانا غنشوف واش نقدر نجيبها هي هذيك. سيف واخا خويا شكرا. بقى سيف واقف وكيهضر كيقول ملامح رغد بكل تفاصيلها. ذاك الولد بقى كيرسم كيف ما طلب منه، ما كانش الا 6 دقائق حتى سال الرسم. هو صافي سيدي ساليت، شوف واش هي. سيف شد من عند الورقه ومن الشفه الاولى كيسها، كانت رغد بكل تفاصيلها المميله، رسمه ابتسامه عريضه في وجهها، ابتسامة اللي عمر صيف ما رد ليها بالو. ها هو لا اصلا فين عمر خلات بس مضحك باش يشوفها ويرد ليها بالو. باقي كيشوف وساهي، والولد كيسول واش هي ولا لا، هو ولا على بالو حتى نض من بلاصتو وحركو في يدو. عاد رد البال، نعم الولد واش هي هادي سيدي. سيف اه هي، كنشكرك بزاف. خلصوا الثمن اللي طلب منه وبعدها مشى ركب في طوموبيلته واتجه لاقرب جريده. كانت خططو خطة ديالو يدير اعلان على رغد باش يلقاها يتصل به، وهذا امله الوحيد بعد ما تصدو كاع اللي بيبان في وجهه. وعرفه مشات بخطره حيت دات كاع حوايجها، ولكن كان شاك ان جاد يقدر يخطفها بعد ما يعرف انها خرجات، ولكن هذه المره جاد ما عنده حتى شي داخل في اللي واقع. هو بنفسه غبر ودخل سوق راسو، اولا يمكن جالس كيرسم خطط ثانيين حيت ما يمكنش يكون تخلى على كل شيء ببساطه واستسلم. بعد مده طويله ديال الطريق سيف وصل للجريدة اللي كان قاصد، دخل ورسمه في يده. كان لحد لقاه بنفس الشخص اللي يقرا معاه في صغره، هو نفسه مول الجريدة. بقاو كيهضروا ولكن طبعا على رغد، حيت قلب سيف كان طاب فرقها. واخا ما هز شي مشاعر في قلبه وجهته، ولكن فرقها وجهه، حس كأن طرف من قلبه تقطع ومشى. سيف بعد ما اتفق مع مول الجريدة على عنوان الإعلام والصورة اللي غتحط، شكرو بزاف حيت عاونو. دابا بقى عنده غير يتسنى حتى الغدا، عاد غيخرج الخبر في جريدة صباحية. في مكان آخر بعد مرور 8 ساعات رغد كضحك في السفرة ديال العشاء. أنا بعد المذاق ديالو جاني مختلف، إيمان دوزة لقمة السمك، يمكن حيت جميلة طيبات وفي عافية مهيلة. جانا يلا بصحتكم
وصل الوقت باش نمشيو للبلاد فين فيهم النعاس. تالغدا ونجيو ان شاء الله بعد ما يجي جهاد من الخدمه. احمد من الاحسن تبقاو هنا هاد الليله حيت فات الحال باش نمشيو دابا. جهاد المشكله عندي شي ورق في الدار خاصني نخدمهم، ولا دوزنا الليله هنا غنمشي غدا تال الخدمه معطل. ايمان ايوا انت تعرفها ولدي اللي تلق ديروها. جانا يلا تصبحوا على خير. سلمت عليهم هي وجهاد ومشاو داو البنات وخرجوا. احمد انا غنقول لكم تصبحوا على خير، راه غدو انت من اهل خير عمي. ايمان شويه ولحق عليك سير. راه غد خالتي قولي لي شكون ديك البنت اللي لابسه قفطان خضر في حفله عيد ميلادي. ايمان هذيك بنت صاحبتي كنت غنخطبها لولدي جهاد ولكن ما كانش باغي. راه غد باستغراب علاش؟ هادي قصه طويله يا بنتي. راه غد غير عاودتيني راه عزيز عليا شي واحد يبقى يعاود على الناس. ايمان كضحك. المهم بنتي هذا سر، زعما بغيت نقول لك هذا سر جهاد. انا كنت غنزوجو ديك البنت ولكن الله بغى حاجه اخرى وتزوج بجانا، واخا ما كانش كيبغيها تزوجها باش يسرها. راه غد بصدمه كيفاش؟ انا غنعاود لك كلشي باش تفهمي. جانا قرات معاه كانوا صحاب بزاف وخطبها واحد الولد ولكن غير كيتفلى عليها، وعائلته كانوا محافظين لواحد الدرجه كبيره بزاف. راكي شفتي جانا كدي الحجاب. مهم فتره ديال الخطوبه داك الولد قال ليها مالي نضر عرضوا عليك باش تهشى يدنا. يوم سكينه سيقاتو مشات معاه بالاخبار والديها ودها ولد الحرام لواحد الدار وتكرفص عليها بزاف. ايمان ورجع كل هاد مايات ومشى وخلاها وهرب. ومسكينه كانت خايفه من والديها وما عندها شكون تتصل به باش تطلب منه يعاونها. ايوا كان جهاد هو صديقها الوحيد في ديك الفتره، تصلات به هو ما ترددش باش يساعدها، بالعكس مشى عندها كيجري جابها عندنا للدار. وتصلات بوالديها وقالت لهم انها غتبات عند صاحبتها، وانا هضرت معاهم وطلبت منهم الاذن باش يخليوها. قلت لهم انا ماما صاحبتها بلا ما تخافوا هي عندنا في الامان. ايوا المهم قعدت معنا ديك الليله ومسكينه دوزاتها غير بكا 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 بكا. كانت خايفه بزاف حيت والديها الا عرفوا داكشي اللي وقع ليها غادي يقطعوها طرف طرف. وفكرت نصاحر ولكن جهاد وقف معاها وقفت العمر وقرر هو اللي غيتزوج بها. ايوا صافي البنت رجعت لدارها وقالت لهم بلي داك السيد اللي خطبها اتصل وفسخ الخطبه. وبعد اسبوع حنا مشينا خطبناها، وفاش مشات عند الطبيبه تشوف حالتها الطبيبه صدمات صدمه كبيره، قالت ليها بلي حامله. ايوا صافي جهاد قال العرس غيكون في داك الشهر نيت، حيت الا زدنا تسنينا جانا غيبان عليها الحمل وصافي كلشي غادي يتكشف. ايوا وجدنا كلشي ودرنا احلى عرس لجانا، وبعد 8 شهور ولدت جوج تويميات وانا اللي سميتهم صفاء ومروه. ايوا البنت عاشت حياتها عادي كملاتها مع جهاد، واخا ما كاينش حب بيناتهم ولكن كانت شي حاجه اقوى وهي الصداقه. دابا داز على هادشي اللي كان عاود لك عليه 3 سنين. راه غادي كتمسح دموعها مسكينه جانا، صحيح حكايتها كانت عذاب. ايمان لا بالعكس هي مع جهاد تخطات داكشي ونسات الماضي كتصرف عادي. وجهاد راك شفتيه داير صفاء ومروه بناته عمرو حسيتهم انهم ماشي باهم. راه غادي يا ريت لو كانوا كاع رجال بحال جهاد. ايمان ايوا بنتي داكشي هدايا مع عبد الله. يلا نوضي تنحسي راه غدا 7:00. راه غادي كتبتسم نسيت تركيا تنادي. ايمان على النقاصه الله يخليك ديما فرحانه بنتي. طلعت راه غاد لبيتها لبسات بيجامتها مشات تخشات بلاصه نحسات هي كتقارن بين سيف وجهاد، واخا ما عندهم حتى شي علاقه ببعضياتهم لكن الشيطان غرها. جهاد بالنسبه ليها بحال الملاك في الوقت اللي سيف هو الشيطان، ومع الاسف يبغيها من كل قلبها. كيف ما قال ليها جهاد اول مره فاش تلاقى بها، الحب غيتلاشى في قلبك من قله الاهتمام والكره غيتولد بلاصتو. وفعلا جهاد كان عنده الحق، هي جات عند ناس دخلوا الفرحة لقلبها وخلوها تنسى فقرها شوية بشوية. غمضات عينيها نحسات بلا ما جبد ذكرياتها المؤلمة حيت صافي ولاو بالنسبة ليها من الماضي. عند سيف الرادي سيف كنتي كتعذبي بحال هكا، واش غتكوني دابا كتألمي حيت مبقيتيش معايا؟ يا كنتي كتبغيني علاش مشيتي وخليتيني؟ كيقول هاد الكلمات وغارق في دموعه لأول مرة في يدو كاس ديال الشراب. خلاه يسكر وبقى عاقل على راسو، قلبو كيوجعو على فراق رغد ولا كيشوف حياتو كلها كحلا بلا بيها، مع العلم ان هي في عينو غلطات، ولكن مع ذلك كيتألم وبزاف. في الوقت اللي رغد ناعسة وهي مرتاحة وفرحانة مبقات حتى حاجة كتهمها. وصل الصباح رغد باقا ناعسة ومجبدة واخدة راحتها على الاخر. جهاد لا غير خليوها ناعسة، الا عرفت هادشي تقدر ترجع لحياتها القديمة. ايمان ولكن يا ولدي هي عندها التليفون تقدر تشوف هادشي في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساش ان الجريده هي ايضا جريده الكترونيه.
جهات انا غنحيد لها التليفون، وبعدها غنمشي للجريده بنفسي باش نعرف هاد السيد علاش رجع كيقلب عليها. راه من بعد هادشي كامل اللي دار فيها مازال كيقلب. ايمان ما تسرحش ولدي، تهدن، يقدر يكون ندمان وبغى ترجع ليه. تسامحو. جهاد بعصبيه، اخر حاجه طلبها مني هي نتهدن، وداك السيد اللي قرب مره غادي حسابو غيكون معايا انا. ايمان يلا بغات تهضر ويقطعوها الزيت وقفها. صافي يا ماما ما تقولي والو. ايه ولكن ولدي ما تصنتش ليها، مش هطلع عند رغد كيجري حل الباب شويه وطلب نص عيني كما فايقه. بقى باقي نحسه، دخل بخطوات مهيله، هز تليفونها من فوق قفوز ورجع باش يخرج. رغد حلت عينها. جهاد حط تليفون في جيبه. اسمحي لي ما كنتش باغي نفيقك. لا اصلا ما بقاش فيا نعاس، كنت غنفيق وجيتي تشوف واش فقت ياك. ما غنمشيو دابا. لا 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 ماشي داكشي، اصلا الطياره غتمشي مع 10 د الليل، حنا غنمشيو للمطار حتى لديك 8. وفين جانا؟ واش ما جاتش؟ لا لا مش تودع والديها، عاد غتجي لهنا هي. واخا صافي يلا غير سير. تبسم ليها جهاد ومشى خرج. هي نالت من البلاصه ما ردتش البال تليفونها، مشات دخلت الحمام غسلت وجهها وبصات شعرها، خرجات بدلات حوايجها بكسوه طويله في السومو عشر بيض، وبعدها فطلت لتحت وهي كتغني في الدروج. غير وصلت الصالون وهي توقف. رغد باستغراب، شنو كاين؟ مالك كتشوف فيا بحال هكا؟ ايمان لونها مخطوف. صباح الخير يا بنتي. رغد سلمت لها. صباح النور خالتي، شنو كاين؟ ياك ما وقع شي حاجه؟ لا لا بنتي كلشي بخير، قلتي تفطري. رغد واش جهاد مشى؟ راه حيت عنده الخدمه. جميله اختي رغد، نكب لك العصير ولا القهوه؟ رغد عصير شكرا. كباتو ليها وجلسوا كيفطروا مجموعين مع جميله. واخا هي خدامه ديالهم ديما كتاكل معاها في نفس الطبله، وما عمرهم حسوها انها خدامه. رغد عمي مشى بكري الخدمه. ايمان ساكته وساهيه. رغد بقات كتشوف فيها، حسات ان شي حاجه وقعها، دغيا تسدت ليها الشهيه، تغير حالها، تقبض عليها قلبها. واخا هي ما عارفه والو، ولكن قلبها حساسها بلا كاينه شي حاجه. جهاد وما قالش لك علاش بغاها؟ الشخص قلب اللي هي مراته، يمكن تخطفات، مهم شي حاجه بحال هكا. واش ممكن نعرف شكون انت سيدي؟ الا كنتي كتعرف شي حاجه على البنت راه سيف كيتسنى شي اتصال اليوم باش يعرف بلاصتها. جهاد لا صافي انا غنتصل به شكرا. خرج جهاد من الجريده، خد الرقم ديال سيف اللي حطه في الجورنال، وبعد اتصل له وبقى التليفون مده طويله هو كيصوني. تسمع سيف بصوت ثقيل، الو جهاد سيف الرادي. سيف شكون معايا؟ جهاد واش ممكن نتلاقى بيك؟ سيف مع انه شرب بزاف البارح تفكر الاعلان اللي حطو. واش اتصلتي على قبل رغد؟ قول كتعرف شي حاجه عليها. جهاد كنعرف عليها بزاف، بين العنوان انا غنجي عندك حيت داكشي اللي غنقولو لك طويل. سيف هو كل امل. واخا قال ليه العنوان وبعدها قطع. جهاد مشى ديريكت لعندو، ما دار حتى شي جهه اخرى. بعد نص ساعه كيوصل. جميله بلاتي انا غنمشي نجيبهم لك. رغد لا لا انت غير كملي داكشي اللي في يدك، انا غنمشي نشرب في الكوزينه. خرجت رغد من الصالون اللي كانت فيه هي وجميله، ومشات ديريكت للكوزينه هزت الكاس باش تشرب، ويطيح من يدها وتهرس. يا لطيف. هبطت الارض هزت الساج اللي تفرتت، مشات تلوحو في الدار والزبل، لقات جريده الفوق، قالت مع راسها تهزها وتحط الزاج لداخل ديالها باش اللي كيجمع الزبل ما يتجرحش بيه. حلاتها مع الحله كتجي عينها في صورتها. أرمات الساج في الدار ورجعت خطوة للنور وفي إيدها الجريدة كتقرا وهي مصدومة مخرجة عينها. عند جهاد رغد بدات حياة جديدة ومستعداش تدخل في صدمات أخرى. سيف بكل عصبية، رغد مراتي أنا غنرجع للدار. جهاد باش تهدم ياك هادشي اللي بغيتي؟ سيف رغد راه كتبغيني. جهاد هادشي قديم عارفينو، كيبان لي نتا يلاه يلاه عرفتيها. سيف دابا واش غتقول لي فين هي ولا غنمشي نقلب عليها براسي؟ جهاد بلا ما تعذب راسك حيت راه غاد مبقاتش في المغرب. سيف مصدمة، كيفاش؟ كيما سمعتي غير نساها ليك، ما تبقاش تقلب عليها. قال لي هاد الكلمات اللي يزلزلو قلبو، وبعدها مشى ركب طوموبيلتو ديمارة ترجع ديريكت للدار. جهاد ما كانش باغي راه غاد ترجع كيف ما كانت، بغى يحميها من سيف ووعدها بلي غيعاونها حتى تنساه. هو دابا كيوفي ليها بوعودو، ولهذا السبب قرر يدوزو الصيف في تركيا وتبعد على هاد الجول اللي كيدور كيدور وكيفكرها بسيف وبالماضي. عند رغد هي كتبكي جالسه فوق الناموسيه، علاش عاد قلت غنساكو؟ نسات بان تاني، علاش درتي هادشي؟ علاش رجعتي؟
مسات الجريدة وقطعتها طرف طرف، وبعدها فرتاتها في البيت وحطت راسها فوق المخدة وهي كتشهق بالبكا. احسب ليها نسات سيف وبقات حتى حاجة كتهمها، ولكن دابا بالعكس هي فقط كانت كتغطي الشمس بالغربال، والآن كل شي رجع بان على أول وجديد. فهاد اللحظة جهاد رجع للدار وطلع ديريكت عند رغد باش يقول ليها تجمع حوايجها ويلهيها باش ما تصيغش الاخبار داكشي اللي وقع. يلا كان غيدق الباب ويسمع صوت بكاها، استغرب شنو بكاها. اول حاجه طاحت بالو هي انها تقدر تكون عرفات بالامر الجريده، دخل عندها بالزربه هو ميت من خوفه عليها. كيتسنى هاد الدور جيتو رغد غير سمعت صوت وهي تنوض من بلاصه، مشات تلحس في صدرها نقاتو، وهنا تاكد انها فعلا عرفات كل شيء. كيطبطب على راسه، صافيش انا معاك، بغى يحرق لي قلبي عاوتاني يرجع باش يعذبني. جهاد ساكت كيتصنت ليها، هو ما كيبغينيش مع ذلك رجع حيت كيستمتع بالعذاب ديالي. جهاد باقي ساكت غير كيسمع. انا بقيت بقى صافي بغيت نخرجه من قلبي وعقلي في مره. جهاد نهد، بغيتي تشوفي؟ هي هزات راسها كتشوف فيه. هادشي اللي قلتي هي دابا خاصك تقولي لي، هو هاد الهضره خاصها تكون في راسو، ما غنتحملش نشوفه غندعف قدامه. على شنو علمتك؟ علمتيني نبقى نواجه مشاكلي وما نتهربش منهم. ايوا هادشي اللي خاصك ديري دابا، غتمشي لعندو تقولي ليه بلي انتي ما بقيتيش كتبغيه. بغيتي يقنيش؟ لا غيتيقك حيت ما رجعش على قبلك، رجع حيت كيتعذب وضميره كيأنبو من جهتك. مسحات دموع، هو ما كيبغينيش. ايمان دخلت عندهم، ولدي هاد الراجل جا كيسول على رغد. جهاد صامت وكيشوف فيها. رغد سيف خرجت بالزربه من الغرفه، دلات في الدرج وهي كتجري وكلها ثقه وقوه، وفي لحظه سيطرات على دموعها بشويه الكره اللي ولات كتحس بها جهه سيف. مشات الباب ولقات واقف كيتسنى، غير شافها هو يزيد خطوات لقدام وقفاتو. هي مقصها في الهضره، وقف بلاصتك وياك تقرب، سمعتيني؟ شنو كيحسب لك؟ الا رجعتي غنطير لعندك بحال حتى حاجه ما وقعات. ها ولا ولفت رغد القديمة اللي دلات راسها وخلات لي صون اللي ما يسواش يحفظ عليها وعلى كرامتها، ها دابا عاد ضميرك فاق وجيتي كتجري لعندي؟ لا ودير عليا اعلان من الفوق. خسارة، غير خسرتي وقتك وضيعتي على والو، وبلا ما تعذب راسك جيتك عندي ما كتسوى عندي والو، حيت داكشي اللي درتي فيا ماشي قليل. ظلمتيني، ظلمتيني بزاف، كتشوف اللي بغيتي وكتيق اللي بغيتي، راك عطيتيني فرصة نشرح ولا نبرر. عرفتي علاش؟ حيت انا قدامك جرتي لما كنسوى عندك والو، ودابا في حياتي حطيت حدود وقوانين، داكشي علاش تفضل رجع من جيتي، حيت انت غير مرحب بك في حياتي. سيف ساكت، جرها لعندو وعنقها تحت انظار ايمان وجهاد. اما راد في داكشي كامل اللي بناتو وعلاتو طرف لحظه، وديك الثقه الزايده في النفس والقوه طاروا للسما، اتعب جهاد راحوا على الفاضي، بقاو في نفس الوضع. سيف مع النق رغد وجهاد بغى ينقل الموقف ويجر رغد لعندو. كنظن كلام رغد كان واضح. سيف ساكت شوفاتو موجه لرغد اللي بدورها حتى هي كتبحلق في عينيه. جهاد هي مبقاتش باغاك حيت نتا غير مصدر عذاب وقهر ليها. سيف بصوت ثقيل خليها هي تقول هادشي. رغد ساكته، جهاد رغد هضري ديري حد لهادشي. انا مبقيتش باغاك صافي، كان الحب ودابا راح، خلى الرماد. سيف هذا ماشي كلام رغد. ايوا هادشي على حسب عينيك، اش كيشوفو؟ واش انا نيت لي كنهضر؟ سيف انا رجعت على قبلك. رغد زيرت على يدها حيت الكلمه اللي قال حركت قلبها، احاسيسها فات الفوت. دابا غير كمل اجرك ورجع من جيتي، ودي المشاعر اللي خلاوك تجي واخا عارفه بلي ما كاينينش اصلا. سيف غنرجع. جهاد كيشير الباب، يلا سير هالباب قدامك. سيف شد يد رغد ودار باش يخرج. رغد شنو كدير؟ سيف كناخذ المشاعر اللي خلاوني نجي. جهاد بعصبيه وحيد يد رغد من يده، ما عندكش الحق تديها معاك. سيف بالعكس انا اكثر واحد عنده الحق باش نديها حيت هي مراتي، ويلا قدر شي واحد فيكم يوقفني غير يوقفني. رجع شد يد رغد وجرها معاه بوحشيه، يبقات كدفع وكتغوت. بعد مني بعد، انا مبغيتكش، مبغيتش نمشي معاك صافي، كتفهم جهاد؟ هو تنوصلوا لهذيك جهاد عبلاتي كتضربو في عضلاتو، عضلاتي تخليني هالحيوان، ما بغيتش نرجع معاك. حلبة في الطوموبيل ولا فيها رغد وسد الباب ومشارك بلاصتو. هادشي كله وجهاد واقف كيشوف مقدر يدير والو. دمارة بسرعة كبيرة، رغد بقات كتغوت وكتضرب الباب ديال الطوموبيل. سيف
بلا ما تعذبي راسك على والو. جلسي تبصي للارض، راه غادي كنكرهك كنكرهك. دور راسك يشوف فيها. تنوصل للدار ونقشوا بعد هذا الموضوع، صيفطوا طريق وهو ملتزم الصمت. اما راه عند فجمي على واحد السبان قالتهم لسيف، قالتهم في حقه وهي كتغوت وكتضرب الساج والباب والكوسان. بعد مده طويله ديال الطريق كيوصلوا للدار. هبط سيف ومشى حل ليها الباب، جرها معاه لداخل الفيلا. دخلوا سد الباب وراه هي نطرات يدها منه ومشات كضرب الباب باش تخرج. سيف عاود جرها من يدها، اجي لهنا اجي، وقفها قدامه بخرج عيني فيها. درتي محامي ديالك ها، دايره هو اللي كيدافع عليك ها. ام سيف طاه ليا قالت كيتفلسف عليا ها. دابا قولي ليه يجي يفكك من بين يدي، راه هو بعدا كيف ما يكون كيبقى مرجل عليك الشماته. مازال كاع ما كملاتش وهي جدها من خاصها وضحى معاه. عاودي شنو قلتي؟ راه غادي بخوف والو. سيف بعصبيه، لا لا غير عاوديها. راه غادي التزمت الصمت، حط عينو في عينها. واش عارفه انك كنتي غتحمقيني؟ ما خليت فين قلبت عليك؟ راه غادي علاش شنو بيني وبينك باش تقلب عليا؟ سولي راسك شنو درتي ليا؟ مشيتي خرجتي وغبرتي ما بقى بالك الاثار. واش عرفتي من نجدس؟ كل يوم كنتعذب وكنلوم راسي حيت قصحت معاك الهضره في الوقت اللي كان هنيا نسولك ونفهم منك شنو واقع. حطات يدها فوق جبهتو، انت بخير ياك ما طار عليك سخانه. انا كنعتذر منك كنعتذر منك على غد، وبغيتك تسمحي ليا. ومن بعد انا كنسحب الكلام اللي قلته لك ديك الليله. يعني واش ممكن تعطيني فرصه؟ رغد مثلا مصدومه. شوفي يا رغد، انا دابا تالف بقيت عارف اش وقع ليا ولا شنو بغيت، ولكن الحاجه الوحيده اللي باغي هي انك تكوني معايا. تقرب منها هنا رغد بدلات كل تفكيرها، ولات كتقول مع راسها ان سيف يقدر يكون واقع في حب هذاك الشيء، علاش كيحس بالضياع؟ مابقى عارف شنو باغي. في هذه اللحظه بداو كيتقربوا بشويه بشويه، حتى شمات رغد ريحه غريبه، وبعد دفعاته وبعد ثاني حتى عرفاتو ماشي فايو. شمات ريحه الشراب القويه اللي خارجه من فمو، عقدت حواجبها وبقات كتشوف وهي حاقده، ولات كتشوف واحد مدمن قدامها. سيف مالك؟ دهدات، عرفت ان مبقى عندها اي مكان تمشي ليه سوى تقبل وضعها الحالي. مشات طلعت الفوق، دخلت البيت اللي كان بيتها، بقات تما كتفكر في وضع سيف شنو دير معاه. وتعب جهاد اللي مشى غير هكاك، حتى سمعت صوت تهرس في الفيلا. خرجت كتجري لتحت موقفها حتى شافت جهاد قدامها هاز فردي على سيف. جهاد واخيرا جمعتو، شحال تسنيت هاد اللحظه. سيف كيرجع من اللور، شنو بغيتي هاد المره؟ جهاد باين شنو باغي، انت غتطلق هاد الحوتانه وبعدها غتكسب ليا كل املاكك، ولا هاد الفردي غنفضيه فراس واحد فيكم. سيف املاكي؟ رغد غي ساكته بالحال طريقه، شدات في الحديده ديال التروش هي كترعد. جهاد كيقرب عنده، اه املاكك. واش هاد زوينه ما قالت لك والو؟ دور الفردي جهه رغد. سيف ساكت كيشوف رغد، وهنا عرف ان كلامها على جهاد كان كله صحيح وماشي كذوب. رغد زادت خطوات لقدام وعينها على الفردي. علاش هاد الفردي كنضر منها؟ واش تقصدني ياك؟ جهاد كيضحك، كل يوم كتبهريني بذكائك. فعلا انا ما قلت لكش حيت باقي ما خديتش داكشي اللي بغيت، مازال محتاجك بزاف د الامور. سيف شنو كتقصد بهذا الكلام؟ جهاد كتسولني واش من نيتك؟ ياك هي قالت لك كلشي، علاش داير راسك باقي ما عارف والو؟ رغد كتشوف سيف وهي جالسه حابسه دموها، تعابيرها كيقولوا لا قلت لك كلشي، انت اللي ما تيقتينيش. جهاد والمهم اللي نطولو نقصرو، المحامي في الطريق مع الورق، واليوم غنساليو هادشي كامل. مازال كاع ما كملش كلامه وما يسمعوا صوت الباب تحل. دور لجهتو وما يلقاو معاد. سيف معاد سير من هنا. معاد سي سيف وقعت واحد الحاجه. جات كنضر راك سمعتي كلامه، سير في حالك قبل ما نصف داك القبر. الشخص ودخل. يا خساره يا خساره. جات ورا غادو سيف ساكتين كيتسالوا شكون هذاك الشخص. دور جهه معاد، دخلها معاد وخالالا. خرج معاد وبعد لحظات دخل وجار نوال من يدها. سيف باستغراب، معاد شكون هاد السيده؟ معاد صدمه والصمت خلاته يضرب الطم. الشخص بكل ثقه، انا اقبال تجرادي زوجة علي الرادي اللي هي الام الحقيقيه ديالكم. جهاد ساكت هبط الفردي. سيف بالصدمه، كيفاش؟ اقبال انا اللي غنهضر، قولوا لي شنو هاد الحرب اللي منوضينها؟ انا ما اتفقتش مع السي علي على هاد الشيء. جهاد واش عارفه راسك اش كتقولي؟ مشات عنده هكا كتستقبل امك؟ سيف الام ديالنا ماتت مده هادي،
هي كتشوفي لا لا ولدي، هادي ماشي مكم، هاديك زينب جعفر غير رباتكم حيت باكم طلقني وخداكم مني. اقبال وعدني باللي غير بكم تربيه حسنه ومعمرو غيسمح للشيطان يدخل بيناتكم، لكن دابا السي علي مات والشيطان خدا بلاصه، خلاكم كتشتو بسبب الورد. اكبر غلط دارو باكم هو الوصيه اللي دار، حيت ما كان كون ما كانش هكا كاع ما غينوض هاد الصداع كامل وتفرقوا، كل واحد يخطط من جهه باش يقضي على الاخر. جات يلا بغى يهضر ويا تسكتو، انت اخر واحد يهضر، واش هكا كيديروا الناس مع خوتهم؟ صدمتيني فيك، مستحيل نكون انا اللي ولدتك، واش الفلوس اللي حاط عليهم عينيك غتديهم للقبر؟ واش ما كفاكش انك سرقتي من خوك ومراتو؟ واش هكا علمك باك؟ عرفتي الناس ابرياء الخطر وما عندهم حتى شي ذنب في هادشي كامل، والاكثر من هادشي انت قتلتي حفيدي الوحيد. جات انا ما قتلت حد، زات يدها لسبع سما وضربتو الوجه. واش نسيتي انني امك اللي ولداتك وكنعرف شنو كيدور لك في راسك؟ انا عارفه كل شيء، قال من عينيك بلا ما تكذب وتمثل. سيف تمشيتي خليتينا هاد المده كلها وبعدا جيتي باش تمثلي علينا دور الام؟ راه غير سمعت كلام سيف وهي تمشي حدا بالزربه وشدته في يدو حيت خافت لي يمشي يدير شي رده فعل متسرعه ويتصرف خايب معاها. من حقكم تقولوا هكا، ولكن انا ما مشيتش وخليتكم غير هكا على حساب هوايا. انا كنت متضرره، باكم ما بقاش باغيني، انا ما عندي ما ندير بواحد ما كيبغينيش، خرج معنا رباط قوي ومنتومة، ولكن إنا ما كانش الراحة والسعادة الموت حسن، والحياة كنعيشوها غير مرة واحدة، داكشي علاش طلقت منه ومشيت عشت حياتي، وحتى هو عاش حياته مع الإنسان اللي كيبغي. أنا ما حشمالاش نقول هادشي بالعكس، حيت أنا جيت باش نخليكم تنتوما تعيشوا حياتكم وديروا اللي بغيتوا، ولكن كيبان ليا تعطلت بزاف وبقيت تافت الفوت. سيف باقي مصدوم، بابا مات سنين هادي علاش ما جيتيش ديك الساعة؟ هزات يدها وحطاتها فوق وجهو، ما كنتش باغا نجي نصدمكم بحال هكا، حرق قلب زينب اللي كيسحب لكم هي امكم. عندكم تفكروا انا نسيتكم في مرة، حيت بديت حياة جديدة، انا قلبي كان كل ليلة كيتقطع بالوجع مع حر فراقكم، كنت كنشوف الدنيا مظلمة في عز النهار. اقبال ولكن ما غتعرفوش بحق هادشي حيت مازال ما عندكمش الولاد، داكشي علاش بلا ما نعذب في راسي نعاود لكم انا الجرح اللي خلى فيا فراقكم. جات ولكن علاش ما عقلناش عليك؟ انتو صغار باكم خداوكم مني منين نتوما؟ يلا عندكم عامين. سيف حابس دموعه، هاد المده كلها خليتينا نعيشو في كذبه. بدات كتبكي، ماشي الخاطر يا ولدي. جات لحل الفردي في الارض وجلس فوق الفوتاي، راسو كيضر من كثر الصدمه ورجليه مبقاوش هازينو. سيف غيخصنا وقت طويل باش نقدروا نتقبلوا هاد الحقيقه الصادمه. انا غاد همسات في ودنو، ما تجرحهاش بكلامك، شوف حالتها كيف دايره، هي بنتي نوال اجي؟ راه غد خرجت عينيها من كثرة الصدمة ما فاهمة والو، كيفاش تقول ليها بنتها وهي جد كانوا سبب في كل شيء؟ اقبال جلسي، جلست حدا جاد، طلبات من سيف حتى هو يجلس وراها ما قالت ليها والو. اقبال هاد الحرب اللي بيناتكم اليوم بغيتها تسالي، وفي هاد اللحظة سيف بعصبية، مشيتي غلطة بزاف، اخر حاجة نهضرو فيها دابا هي هادشي. نضم بلاصتو مشا طلع في الدروج، مشا ديريكت لبيت وتبعتو راه غد بخطوات متسرعة. دخلت لقاتو يلا ركل البلاكار بيت وهو معصب، هي بصوت هادي سيف ساكت كيخرج نفسه كيهبط بصوت عالي. دورات راه غادي جهة الباب سداتو، بعدها مشات عندو وخات قدامو هزات عينيها شافت فيه لقات عينه ودمع يدها على خد سيف يلا بغات تهضر ويدفعها وبعدها منو دار يدو في جيبو وجبد كارو باش يكمي. راه غاد رجعات عندو بالزربة حيدات ليه داكشي من يدو لحتو في الأرض كيهضر ومخرج عينو، حيدي بقدامي انا غاد سيف قرب حدا وجهه وغوت ما بغيتش نشوف حتى واحد. قال لي هاد الجمله اللي خلاها ساكت ترعد في ارضها مشى دخل للدوش.